بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال والطاعات. سنبدأ إن شاء الله في هذه الورشة التدريبية التي تنظمها منصة الباحثين والأكاديميين إفاد حول كتابة ونشر المقالات العلمية في قاعدة بيانات سكوبس. سأكون معكم إن شاء الله أنا الدكتور عبد الله الشنطي في هذه الورشة التدريبية، وسيتاح إن شاء الله المداخلات والتساؤلات في نهاية هذه الورشة، وسيكون إن شاء الله خلالها بعض التفاعل إن شاء الله، حتى يعني نحقق الفائدة والهدف المرجو من هذه الورشة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله. في البداية يعني سنتحدث في هذه الورشة حقيقة عن مجموعة من الأمور التي تتعلق بقاعدة بيانات سكوبس. سنتحدث عن هذه القاعدة للبيانات، والتي يعني أغلبنا يمكن سمع فيها أو له خبرة في هذه القاعدة، ولكن سنعطي عنها مقدمة أو تعريف بهذه القاعدة، قاعدة بيانات سكوبس. والجزء الأهم حقيقة سنتحدث في هذه الورشة التدريبية عن كتابة الورق البحثية، اللي هو العناصر التي يجب أن تحتويها الورق البحثية، ابتداء من أنواع الأوراق البحثية، وحتى إن شاء الله نتناول كل عنصر من عناصر الأوراق البحثية أو الريسيرش أرتيكل. سيتاح إن شاء الله الآن الشات للتعارف على حضراتكم من خلال كتابة الاسم، التخصص والدولة، فلتتفضلوا مشكورين بالتعريف عن أنفسكم من خلال الشات على برنامج الزوم أو من خلال البث المباشر عبر صفحة المنصة على الفيسبوك. تفضلوا مشكورين بالتعريف عن أنفسكم. أهلا وسهلا بكم جميعا، ما شاء الله يعني تخصصات مختلفة من دول مختلفة، أساتذة ما شاء الله في مجالات مختلفة ما شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع، وأرى يعني هناك اختلافات في التخصصات، يعني جزء منها بتخصصات علمية وجزء منها بتخصصات يعني خلينا نحكي في العلوم أو في الحقول الإنسانية أكثر. جميل جدا. جميل جدا، شكرا جزيلا لكم. أنا دكتور عبد الله الشنطي كما قلت سابقا، المدير التنفيذي لمنصة إفاد، وتخصصي في ذكاء الأعمال، وأنا من الأردن. حقيقة شرفت جدا بكم جميعا وبتواجدكم معي في هذه الورشة التدريبية، وإن شاء الله يعني حقق المراد من هذه الورشة. شكرا جزيلا لكم. أستأذنكم بإغلاق الشات حتى نبدأ، أو قبل إغلاق الشات إذا تكرمتوا، ماذا تتوقعون من هذه الورشة؟ شو توقعاتكم من هذه الورشة التدريبية؟ يعني أنا اليوم داخل هذه الورشة التدريبية أريد أن أعرف ما هي الدوافع التي جعلتكم تحضرون هذه الورشة التدريبية؟ ما هي دوافع حضور هذه الورشة التدريبية؟ أو ماذا تتوقعون منها؟ اكتساب المهارات، الصياغة الجيدة، كيفية نشر، كيف يتم النشر، جميل، توسعة الآفاق، معرفة كيفية النشر، التعرف على قواعد بيانات العالمية، كيفية كتابة المقالات بشكل أفضل ونشرها. نتوقع معرفة معايير النشر، تفادي الرفض المتكرر، جميل جدا.
اكتساب المهارات للمقال العلمي. جميل جدا. المجلات التي تنشر باللغة العربية في المحاسبة. جميل. طيب جميل. كيفية إنشاء حساب على سكوبوس؟ النشر الجيد، قبول المقال والنشر الرسمي. تعلم النشر في سكوبوس. جميل جميل. طيب أستأذنكم بإغلاق الشات، كلها توقعات جيدة، ويعني إن شاء الله ستفي يعني هذه الورشة بجزء أكبر من هذه التوقعات. حقيقة يعني في البداية مدة الورشة إن شاء الله من ساعة إلى ساعتين، يعني حسب إن شاء الله المشاركة والتفاعل في هذه الورشة. سنحاول إن شاء الله يعني إيصال المطلوب من هذه الورشة في أسرع وقت وبأسهل الطرق بإذن الله تعالى. طيب أنا حقيقة يعني هدفي من هذه الورشة هو أن نخرج بشيئين، أو خليني أحكي بمحورين أساسيات من هذه الورشة. المحور الأساسي إنه أنا بدي أعرف شو يعني قاعدة بيانات سكوبس، بهمني جدا كنا نكون محددين شو يعني سكوبس. نسمع دائما بسكوبس، النشر في سكوبس، النشر العلمي الدولي في سكوبس، هذه المسميات التي يعني كباحثين سمعنا عنها كثيرا حقيقة في الأيام الماضية، وأصبحت من شروط سواء للوظيفة، شروط للمناقشات في الدراسات العليا، أو حتى لعملية اللي هو الترقيات العلمية. كثير بنسمع وصارت شرط بأنه يجب النشر في سكوبس. فأنا بهمني كمحور أساسي أنا أتعرف على سكوبس. بدنا نطلع إن شاء الله جميعنا عارفين شو يعني سكوبس، أو ماخذين الفكرة الأساسية من قاعدة بيانات سكوبس. لازم نكون عارفين بأنه سكوبس هي ليست مجلة. سكوبس هي ليست مجلة. كلمة سكوبس هي عبارة عن قاعدة بيانات. تمام؟ قاعدة بيانات، قاعدة إلكترونية للبيانات. الأساس فيها في سكوبس أنها تحتوي على ملخصات ومراجع من المقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة. يعني تيجي مجلة من المجلات العلمية المحكمة في جامعة معينة تتبع لمركز بحثي معين ممكن، و تحاول الانضمام إلى هذه القاعدة. شو الهدف من الانضمام إلى هذه القاعدة؟ تيجي سكوبس تنظر إلى المجلة، هل تحقق المعايير التي وضعتها سكوبس؟ إذا حققت هذه المجلة المعايير، if the journal is accepted in Scopus، إذا قبلت هذه المجلة في سكوبس، هذا يعني بأن جميع الأوراق البحثية التي تنشر في هذه المجلة اللي هي المجلة المقبولة، هذه تعود على المجلة المقبولة، شمالها ستفهرس داخل قاعدة بيانات سكوبس. طب ليش إلها الاسم الكبير سكوبس سكوبس والنشر، حتى وصلنا إلى مرحلة إنه يعني اعتقدنا أن سكوبس هو شيء مستحيل للنشر فيه؟ لأنه بكل بساطة هذه قاعدة البيانات وضعت معايير محددة لدخول المجلات ضمن قاعدتها، وهذه المعايير يعني تعتبر معايير صارمة، خلينا نحكي رصينة، فيها نوع من الأسس العلمية الصحيحة والسليمة اللي جعلت من سكوبس كقاعدة بيانات. تمام؟ إلها مسماها وإلها اعترافها الدولي وإلها كمان وزنها في المجال العلمي وفي عالم النشر العلمي. فبالتالي أصبحت لسكوبس هذه السمعة الكبيرة جدا. ولكن هي بالنهاية عبارة عن قاعدة بيانات تفهرس المجلات داخل هذه القاعدة، والأوراق البحثية اللي تنشر في المجلات المقبولة في سكوبس إيش بيصير فيها؟ تفهرس داخل هذه القاعدة. طب إيش بيستفيد الباحث من هذه الحالة؟ طب أنتوا تخيلوا، أنا هيك بدي أجيب الموضوع بالطريقة، خلينا ناخذه بطريقة تخيل شوي. الآن إذا ذهبنا إلى طريق عام، خلينا نحكي هذا الطريق هو في طريق المطار مثلاً، الحركة على طريق المطار إيش مالها؟ حركة مزدحمة جدا. فبالتالي شو بصير؟ أي مشروع تجاري ممكن يصير على هذا الشارع هو محط أنظار المارة، لأنه في عنا عدد كبير من الترافيك، أو خلينا نحكي عدد كبير من السيارات اللي بتمر من هذا الطريق. ليش طيب؟ لأنه طريق عام معروف،
طريق مطار دولي الناس بتسافر من خلاله، كل الأشخاص بتمر من خلاله الداخلين والخارجين من هذه البلد، تمام؟ فبيصير أي مشروع تجاري هو محط أنظار للناس اللي بمروا من هذا الطريق، وبالتالي نسبة البيع بتكون أكبر. ليش؟ لأنه في ترافيك عالية، في خلينا نحكي مرور للسيارات بشكل كبير جدا أو عالي جدا. سكوبس بدل يجي نتخيلها هي طريق عام اللي ترافيك عليه كبير جدا، شو يعني اللي ترافيك عليه كبير جدا؟ هناك إقبال كبير جدا من المجلات ومن الباحثين للنشر في المجلات المفهرسة في سكوبس. طب هذا أنا شو بفيدني كباحث؟ الآن بفيدني كالآتي، أنا لما أنشر في مجلة مفهرسة في سكوبس هذا معناته إيش؟ نتخيل إنه هذه الورقة البحثية إيش صارت؟ صارت محط أنظار للباحثين في المهتمين في هذا المجال، فبالتالي بصير عملية الاهتمام في البحث اللي أنا نشرته في هذه المجلة إيش ماله؟ كبير جدا، لأنه نتخيل إنه صار الورقة البحثية على الطريق العام، أصبحت محط لأنظار العديد من الباحثين الآخرين، فبالتالي من هون أجت اللي هي السمعة الكبيرة لقاعدة بيانات سكوبس، لأنه أنا بنشر بحث في مجلة مفهرسة بسكوبس، اعرف إنه تماما أنا اسمي صار معروف أو صار محط أنظار للأبحاث اللي أنا بنشرها بالنسبة للباحثين في ذات المجال، فإذا هي تسبب إيش؟ تسبب إنه بصير في قابلية أكثر لقراءة البحث كباحث منشور في مجلة مصنفة في سكوبس. هذا الاهتمام الكبير، من هنا جاء الاهتمام الكبير في سكوبس. طب ليش كان يعني ليش أصبحت سكوبس طريق عام بالأساس؟ لأنه زي ما حكينا سابقاً هي تضع شروط ومعايير إيش مالها صارمة جداً ورصينة، وبالتالي معترف فيها دولياً، وبالتالي إيش صار؟ صارت محط أنظار للكثير من الباحثين وهدف للعديد من الباحثين. جميل جداً. طيب سكوبس حقيقة تغطي تقريبا 22 ألف عنوان، يعني 22 ألف مجلة علمية محكمة. طبعا هذه الإحصائية بازدياد، يعني ممكن في أبديت، خلينا نحكي للرقم هذا ممكن يكون في ازدياد، في طبعا بتصير في نقصان وازدياد، ولكن عملية الزيادة أكبر منها من النقص. طيب هناك أكثر من 5000 ناشر لهم مجلات مفهرسة في سكوبس. طبعا أغلب المجلات هاي تخضع لتقييم من خبراء في تخصصات علمية وتقنية وطبية بما في ذلك أيضا في الفنون والعلوم الإنسانية. معامل القياس اللي هو قياس جودة المجلة في سكوبس هو يعتمد على السايت سكور اللي هو معامل التأثير اللي احنا نسميه باللغة العربية. أجت سكوبس وضعت معامل تأثير سمته سايت سكور. السايت سكور هو طريقة لقياس جودة هذه المجلة من خلال ما تنتجه من نتاجات علمية. فعلى سبيل المثال احنا بنجي بدنا نحكم على مجلة معينة، نحكم من خلال السايت سكور. كلما ارتفع السايت سكور الرقم او السكور الخاص بهذه المجلة معناته هذه المجلة جودتها ايش مالها عالية. طب كيف؟ طب ايش بيعني اساسا السايت سكور عشان اعرف انه هذه المجلة والله جودتها عالية أو غير عالية؟ بكل بساطة لأنه السايت سكور بيحسب عدد الناس والأبحاث اللي استشهدت في البحوث اللي موجودة في هذه المجلة، وبقسمها على عدد البحوث المنشورة في هذه المجلة. يعني على سبيل المثال، يعني لو جينا على سبيل المثال أخذنا مثلا سايت سكور لمجلة معينة، طبعا 160.1 تسعة لمجلة معينة، تمام، يعتبر رقم عالي جدا. ليش؟ لأنه هناك 20,184 citation استشهاد علمي. شو يعني استشهاد علمي؟ يعني قمت بالإشارة إلى بحث موجود في هذه المجلة. شو معناته؟ معناته 20,184 بحث علمي قام بالاستشهاد، تمام، عدد مرات الاستشهاد في البحوث المنشورة في هذه المجلة. كم عدد هذه البحوث؟ 126 document، يعني في عندنا 126 ورقة بحثية نشرت في هذه المجلة تم الاستشهاد في هذه البحوث في هذه المجلة 20,184 مرة، أو 20,184 استشهاد علمي. إذا قسمنا الرقمين هذول على بعض بعطوني اللي هو 160.19. فبالتالي
هل برأيكم بأنه هذا الشيء أو هذا الرقم يعكس جودة المجلة؟ أنا بحكي بكل بساطة نعم. ليش طيب؟ لأنه أنا لما يكون في عندي 10 بحوث مستشهد فيها 70 مرة في بحوث أخرى بغض النظر هي في سكوبس أو غيرها، تمام، معناته النتائج أو هذا البحث المنشور في هذه المجلة يعتبر له تأثير في المجتمع من الناحية النظرية، ومن الناحية أيضا خلينا نحكي البراكتيكال سايد اللي هو من الناحية العملية أيضا. فبالتالي هذا الرقم بيعكس جودة النتائج وجودة الأبحاث المنشورة في هذه المجلة. فبالتالي إيش بالنهاية بعطيني؟ بعطيني جودة المجلة العلمية ومقياس لجودة المجلة العلمية اللي مفهرسة في سكوبس. فباختصار معامل التأثير أو السايت سكور كمسمى كمصطلح وضعته شركة الألسفير اللي هي دار النشر الهولندية المسؤولة عن سكوبس هو مقياس لقياس جودة المجلة. فكلما ارتفع السايت سكور عندي معناته هذه المجلة إيش مالها؟ خلينا نحكي الجودة تبعتها مرتفعة، لأنه في استشهادات كثير، معناته في أبحاث قيمة، في أبحاث بتضيف في المجال النظري، وبالتالي تم الاستشهاد في هذه الأبحاث. تمام. الآن نيجي للتصنيفات. وضعت سكوبس طبعا تصنيفات لهذه المجلات، زي ما نيجي نحكي عن تصنيف الانستتيوشنز في العالم، اللي هي تصنيف المؤسسات التعليمية أو الجامعات في العالم، زي الكيو اس البريطاني. سكوبس لها تصنيف، وضعت تصنيفات لهذه المجلات كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 حتى نصل إلى الرقم 1، اللي هي الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، والربع الرابع. أربعة. هذه الأرباع يتم اعتماد المجلات أو تصنيفها بناء على هذه الأرباع. يعني مثلا المجلات الناشئة عادة بتكون حديثة في سكوبس، مصنفة حديثا في سكوبس، ومضى على خلينا نحكي انتظامها في سكوبس أكثر من سنتين، تدخل في المجال المعرفي وعندها سايت سكور جيد نوعا ما. طبعا في لهم حساب للسايت سكور، بهاي الحالة بتدخل بتصنيف الكيو 4. مش السايت سكور هو المعيار فقط في تصنيف هذه المجلات، هناك أيضا معايير أخرى لها علاقة بأنه هل هذه الأبحاث المنشورة في هذه المجلة هي قابلة للاستشهاد، غير قابلة للاستشهاد، إلى آخره. إحنا بدناش نخوض في تفاصيلها كاملة، ولكن إحنا بدنا نعرف الكونسبت أو المفهوم اللي بيتم تصنيف المجلات داخل الاس جي ار أو سكوبس اس جي ار، اللي هو تصنيف المجلات. على سبيل المثال كيو 4 حكينا مجلة مضى على تصنيفها في سكوبس أكثر من سنتين، السايت سكور تبعها يعتبر جيد، صنفت أو أخذت سايت سكور جيد يتم وضعها في الكيو 4 في الربع الرابع. أدت هذه المجلة أداء أفضل، تحسن السايت سكور، تحسنت المعايير الأخرى لديها، تصبح في الكيو 3، تحسنت أكثر تصبح بالكيو 2، وإذا تحسنت وصار عندها سايت سكور مرتفع جدا، معاييرها اللي وضعتها الاس جي ار عالية جدا، بتصير في الكيو 1 اللي هي المجلات المرموقة. طبعا في تفاصيل، يعني احنا لازم نكون مهتمين بموضوع التفاصيل، ولكن يعني لأنه بدناش الوقت كثير داهمنا في بعض التفاصيل في تصنيف المجلات بالنسبة للاس جي ار، ولكن أفضل المجلات هي اللي بتكون سكوبس كيو 1، بعدين بتيجي سكوبس كيو 2، بعد ذلك كيو 3 وكيو 4. حقيقة الاس جي ار قد يعطي للمجلة تصنيف كيو 1 مثلا، وهذه المجلة بتنشر في مجالات متعددة. مثلا على سبيل المثال خليني اعطي مثال معين، في مجلة مثلا تنشر في مجال الاستراتيجيات، ومن ضمن المجالات اللي بتنشر فيها اللي هو استراتيجيات الريادة، استراتيجيات ذكاء الاعمال، استراتيجيات الموارد البشرية. قد تحصل هذه المجلة على كيو 1 في مجال الاستراتيجيات، ولكن كيو 2 مثلا في مجال خلينا نحكي استراتيجيات ريادة الأعمال، كيو 3 في مجال استراتيجيات مثلا خلينا نحكي اللي هو استراتيجيات ايش احنا سميناها، اللهم صل على سيدنا محمد، استراتيجيات إدارة الموارد البشرية. تاخذ كيو 1 على مجال معين، ولكن باقي المجالات بتكون في عندها حسب ما صنفتها هذه صنفتها الاس جي ار. فمو بالشرط عاده انه المجله تكون كيو 1
تحسب على أن كل البحوث التي تنشر في هذه المجلة هي Q1. لا، انتبهوا إلى هذه النقطة، بعض المجلات تأخذ Q1 في مجال معين. يعني على سبيل المثال، خليني أضرب مثال آخر، أنا ممكن أنشر بحث في مجال استراتيجيات ريادة الأعمال، قبل البحث للنشر في مجلة سكوبس Q1. عند البحث وجدنا أن هذه المجلة Q1 ولكن ليست في مجال استراتيجيات ريادة الأعمال، وإنما في مجال الاستراتيجيات بشكل عام وليس في الريادة. فبهذه الحالة بحثي أنا يعتبر باعتبار على أنه منشور في مجلة سكوبس Q1 ولا 2 Q2، لأن استراتيجيات ريادة الأعمال بالتحديد هي إيش؟ هي تعتبر Q2. فإذا أنا بحثي في مجلة مصنفة في Q2 في هذا المجال بالتحديد. تمام؟ خليني أخذ عليها مثال، أدخل على موقع الـ SGR إذا بتسمحوا لي، أبعث لكم هسه الرابط حتى ندخل على موقع الـ SGR حتى توضح المثال أكثر. طيب، خليني أبعث لكم موقع الـ SGR. يا ريت لو الإخوان كمان بيرسلوه على الشات، على البث المباشر على الفيسبوك إذا تكرمتوا. طيب، أنا أدخل على موقع الأسجل اللي هو تصنيف المجلات الخاصة بسكوبس. طبعا هذه الصفحة الرئيسية للموقع، ممكن أدور على اسم المجلة إلى آخره. الآن بس أنا بهمني أعرف شغلة واحدة. الآن بدي أجي لمجلة معينة، مثلا خلينا ناخذ في مجلة، مثلا في مجال الأكاونتنج، في مجال المحاسبة. طبعا هنا بظهر لي جميع المجلات في مجال الأكاونتنج، زي ما أنتم شايفين في عندي تصنيف Q1، اسم المجلة والتصنيف تبعها في الاس جي ار. مثلا هذه المجلة Q1. لو جيت إلى تفاصيل هذه المجلة، خلينا نشوف. إذا دخلت لتفاصيل هذه المجلة، خلينا نشوف، لاحظوا تحت هذه المجالات التي تنشر فيها المجلة، تنشر بشكل عام بالأكاونتينج. طبعا بعطيني كيف تسلسلت هذه المجلة، كانت بال 2014 Q4، بال 2015 أصبحت Q3، بال 2016 Q2، من ال 2017 الى الان، الى 2021 عفوا Q1. طيب، خلينا ناخذ مجله لها مجالات متعدده اكثر من فقط موضوع الاكاونتنج. خلينا مثلا نشوف، تمام، هذه المجله مثلا، لاحظوا هذه المجله في الاكاونتنج شو ماخذه؟ Q2. في المحاسبه، تمام، هي ماخذه Q2. طيب، في البزنس اند انترناشونال مانجمنت شو ماخذه؟ Q1. تعتبر Q1 في مجال الاعمال الدوليه، اعتقد اداره الاعمال الدوليه، تمام، وفي مجال المحاسبه Q2. بس لاحظوا بالاساس ايش هي مصنفه بالخارج؟ Q2. بس الان لو سالت سؤال، يا ريت على الشات تجاوبوني، لو انا نشرت في مجال البزنس اند انترناشونال مانجمنت في هذه المجله، هل يعتبر بحثي مصنف ضمن الكيو 1 ولا الكيو 2؟ سؤال مره ثانيه بدي اساله، اذا نشرت بحثي في مجال البزنس اند انترناشونال مانجمنت، هل يعتبر بحثي في الكيو 1 ولا الكيو 2؟ كيو 1. اشكركم، شكرا جزيلا، ممتاز. طيب، لو نشرت في المحاسبه، لو نشرت في المحاسبه Q2. إذا في المحاسبة، إذا Q2. ليش طيب؟ لأنه بالأساس هي هذه المجلة ماخذة Q2، ولكن بالاختصاص اللي هي أساسا صنفت فيه اللي هي المحاسبة. ولكن في البزنس أند انترناشونال مانجمنت، في إدارة الأعمال الدولية، كم ماخذة؟ ماخذة Q1. فإذا أنا لما أنشر في مجال المحاسبة حصنف على أنه البحث تبعي نشر في مجلة Q2. ولكن إذا نشرت لنفس المجلة، نشرت لي في مجال البزنس اند انترناشونال مانجمنت، سيحسب البحث اللي أنا نشرته إيش؟ في Q1. أشكركم على التفاعل، أستأذنكم بإغلاق الشات. طيب، فإذا الموضوع بالنسبة خلينا نجي نحكي للتصنيف الـ SGR، هو مش معقد، ولكن لازم نكون عارفين هذه التفاصيل. يعني كثير من الباحثين يظلموا حقيقة. يعني إحنا في كثير باحثين بنشروا ابحاث، تيجي لجنه التقييم خصوصا بالترقيات، بيحكوا والله هذه مجله Q4 غير مقبوله مثلا، لانه Q4 في بعض الجامعات لا تقبل مثلا للنشر.
طب لا، لازم نتأكد، هي ممكن تكون كيو 4 في مجال معين ان جنرال، خلينا نحكي في الاسم اللي اخذته في تصنيف سكوبس، ولكن ممكن تكون كيو 1 في تخصص معين هو البحث ناشر، الباحث نفسه ناشر في هذا المجال. بهذه الحالة يصبح وكأنه ناشر في كيو 1 حسب تصنيف الاس جي ار. فلازم يعني إذا في معانا أصحاب قرار في هذا الموضوع، يا ريت ننتبه إلى هذه النقطة عند تقييم البحوث المنشورة في مجلات سكوبس أو في مجلات مفارسة في سكوبس. مهم جدا ناخذ بعين الاعتبار، ممكن العكس صحيح، يعني هي من باب الفائدة، ممكن يكون عندي كيو 2 مبين إنه هذه المجلة كيو 2 عند الدخول تطلع في مجال البحث الباحث ناشر فيه كيو 4، إذا كان من الشروط فإذا أنا بحاسبه على أنها إيش كيو 4. طيب هذه طبعا من النقاط اللي كنا نتحدث عنها في تصنيف المجلات حسب الـ SGR. طيب نعم، الآن في سؤال يمكن عبر الشات لفت انتباهي على البث المباشر، هل نتبع آخر تصنيف عند النشر؟ صراحة آخر تصنيف أكيد، بس بدكم تتأكدوا من المجال، تصنيف المجلة في مجال البحث تبعكم. ممكن أنا بكتب الآن في مجال الاستراتيجيات مثلا ذكاء الأعمال، تمام؟ المجلة هاي بدي أتأكد في مجال ذكاء الأعمال كم تصنيفها في الأس جي آر، هل Q1 Q2 Q3 ولا Q4؟ مهم جدا، ممكن تكون in general Q1 بس في ذكاء الأعمال بالذات Q3، فمهم جدا أنه ننتبه إلى هذه النقطة. فخلاصة حديثنا في هذا التصنيف بأنه أفضل المجلات بتكون في Q1 والQ2، وبعد ذلك بتقل أهمية المجلات من Q3 وQ4. ومش كل المجلات في سكوبس، خصوصا اللي فهرست في سكوبس يعني خلينا نحكي حديثا، تدخل في تصنيف الاس جي ار. على الأقل بدها سنتين بعد التصنيف حتى تبدأ ويكون السايت سكور تبعها في معايير طبعا وضعها سكوبس في هذا الأمر، حتى يتم قبول المجلات داخل الاس جي ار أو تصنيف الاس جي ار. طبعا موقع الاس جي ار موقع مهم جدا حقيقه، مهم جدا لانه كمان بيعطينا ترتيب المجلات حسب التخصص، حسب الدول، حسب يعني هناك العديد من الخيارات اللي ممكن احنا نستخدمها في الاعلى. يعني انا اخترت هنا حسب التخصص، ممكن حسب الدول ايضا، ممكن البحث حسب اللي هو الريجنز كانتريز، هاي كلها ممكن كمان البحث عنها عن طريق دوله معينه. فبالتالي تصنيف الاس جي ار، يعني موقع تصنيف الاس جي ار، خياراته كثيره ومهمه جدا بالنسبه لنا، ممكن من خلاله كمان نجد المجلات المناسبه. طيب طيب الان اذا في تساؤل في مجال سكوبس، يعني بالذات في مجال سكوبس، بدي الخص الموضوع قبل اي تساؤلات. سكوبس هي قاعده بيانات. طيب شو في داخل هذه القاعده؟ في مجموعه من المجلات مصنفه. طيب وهذه المجلات بما أنها تنشر بحوث، معناته البحوث المنشورة في هذه المجلات شو مالها؟ تصنف في سكوبس. ممتاز. في سؤالين دائما شائعات في هذا الموضوع. السؤال الأول، هل إذا نشرت بحث في مجلة عند النشر لم تصنف في سكوبس، تمام، وبعد ذلك صنفت، هل يعتبر البحث منشور في مجلة سكوبس؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه سكوبس لا تصنف البحوث بأثر رجعي، البحوث السابقة ما إلها علاقة، فهي البحوث السابقة تعتمدها ك يعني خلينا نحكي كمحط لتقييم هذه المجلة، ولكن لا تعتمد البحوث السابقة في سكوبس، تمام. السؤال الثاني اللي هو دائما شائع، نشرت بحث في مجلة سكوبس بعد ذلك خرجت من سكوبس طريقة معاكسة، هل يعتبر بحثي منشور في مجلة في سكوبس؟ نعم، حتى وإن خرجت هذه المجلة. ليش؟ طيب لأنه باختصار خروج المجلة من سكوبس لا يعني خروج الأبحاث التي صنفت وقت وجود المجلة داخل سكوبس، فبالتالي البحث يعتبر سكوبس. هذه نقطة مهمة جدا تصير كثير مع الزملاء والإخوان، بنعرفهم كثير بيعانوا منها مع اللجان التقييم، خصوصا للمناقشات للترقيات، بيجوا بيسألوا سؤال، طب هذه المجلة خرجت من سكوبس يحتسب البحث على انه سكوبس، طب ليش؟ لانه في وقت نشر البحث هذه المجله دخلت كانت ضمن سكوبس، وبالتالي صنف البحث في سكوبس. فالموضوع مش باثر رجعي بكل الاحوال. فبالتالي احنا دائما لازم نعمل عمليه تشيك على المجلات،
نشوف إذا هذه المجلة مستمرة في سكوبس كونتينيوس ولا هذه المجلة ديسكونتينيو. فبالتالي هاي بتعتبر من المعايير المهمة جدا اللي ناخذها بعين الاعتبار، ولازم نعرف انه خروج المجلة من سكوبس بعد نشر البحث او قبل نشر البحث معناته لا يحتسب البحث، او عفوا نشرت بحث في مجلة وخرجت من سكوبس معناته انا بحثي في سكوبس انتهى، نقطة واول السطر، لانه صنف هذا البحث داخل قاعدة بيانات سكوبس. طيب بعد ذلك تحدثنا عن الاس جي ار وحكينا في تصنيفات للمجلات حسب الاس جي ار كيو 1 كيو 2 كيو 3 وكيو 4، افضلها كيو 1 وكيو 2، بعد ذلك بنتدرج لكيو 3 وكيو 4. حكينا ملاحظه مهمه جدا، لازم نشوف المجالات المعرفيه لهذه المجلات مصنفه تحت اي ربع من هذه الاربعه. فممكن مجله تكون كيو 1 ولكن في مجالاتها المعرفية المتعددة تكون في كيو 3 كيو 4، ولا يعني إنها في كيو 4 إنها سيئة، لا بالعكس يعني، ولكن هو تصنيف وضعته سكوبس، بالنهاية المجلة هي داخل تصنيف سكوبس، ولكن معاييرها بتكون أفضل وأعلى كتصنيفا من ناحية الترتيب بين المجلات في التخصص أو حسب البلدان. طيب إذا في تساؤلات عبر الشات ممكن سألوني إياها أجيب عنها حتى أنتقل للمحور الثاني من هذه الورشة. النسخة من هذه الباوربوينت إن شاء الله راح أرسل لكم إياها عبر الشات في نهاية الورشة بإذن الله تعالى، والمنضمين لقناة التليجرام صفحة المنصة موقع المنصة راح تكون إن شاء الله متاحة عليه بإذن الله تعالى. نعم المحاضرة مسجلة موجودة على موقع المنصة على الفيسبوك وأيضا موقع المنصة الرسمي راح تكون موجودة. طيب في بعض التساؤلات ممكن أوقف الشات حتى أخذها بس السابقة حتى ما تروح. تمام في بعض التساؤلات كيف أعرف المجلات المجانية؟ تمام الآن أنا راح أعطي شرح عليها هذه النقطة. كيفية التعامل مع تأخر الرد بالقبول أو الرفض؟ يمكن هاي مشكلة بتواجه كل الباحثين، وأنا إن شاء الله راح أحاول يعني أجيب على بعض الأمور المتعلقة بهذا الجانب. قوة البحث هل ترتبط بقوة المجلة؟ الآن قوة البحث بقوة المجلة يعني حقيقة هو الآن هو يعتبر هذا المعيار، يعني مو في أبحاث كثير قوية بصراحة، ولكن هي منشورة في مجلات تعتبر ليست رصينة، وخلينا نحكي مجلات مش مصنفة، ولكن هذا لا ينتقص من قيمة البحث. البحث الأساس هو الأساس في القوة وليست المجلة وليس العكس، المجلة قوتها بتستمدها من قوة الأبحاث أساسا. في حال خروج المجلة من سكوبس قبل فهرسة البحث. تمام ممتاز، سؤال ممتاز جدا. الآن إذا المجلة خرجت والبحث لم ينشر في عدد، يعني لم يصدر العدد، يعني ما خدش رقم، بهاي الحالة البحث هذا يعتبر خارج سكوبس. ولكن بما أنه نشر البحث، وأنا أكون دقيق في كلمتي، إذا نشر معنى نشر أنه صار في عدد، أخذ رقم عدد، بهذه الحالة إيش بنحكي؟ نحكي انه هذا البحث دخل في سكوبس حتى لو خرجت المجله بعد ذلك. جميل جدا. هل المجلات في الدول العربيه باللغه العربيه ممكن تدخل سكوبس؟ في مجلات عربيه كثيره حقيقه داخله في سكوبس، وهي موجوده في حقيقه في سكوبس، في كثير وتابعه لجامعات معروفه على مستوى العالم العربي وتنشر باللغه العربيه، نعم. ولكن هو حقيقه خلينا نكون منصفين، يعني هناك بعض الامور المتعلقة بالمراجع أو المصادر تطلب هذه السكوبس بتطلب من المجلات العربية إنها تعمل رومنة للمراجع والمصادر حتى تحولها من لغة عربية للغة إنجليزية، يعني بس كتابة المصدر في قائمة المصادر والمراجع لازم يكون باللغة الإنجليزية. فهذا طبعا إشكالية حقيقة، يعني هذا اللي بيخلي المحتوى العربي في سكوبس قليل جدا. طيب في كان سؤال مهم بصراحة، السؤال خليني أعود إليه اللي هو كيف أعرف المجلات المجانية؟ حقيقة في موقع أي مجلة في سكوبس، أي مجلة في سكوبس، يعني لو جينا خلينا نحكي نختار أي مجلة، خلينا نروح على سكوبس دوت كوم مباشرة،
شوف كيف نبحث عن المجلات. عندنا سكوبس.com، أرسل لكم الرابط. تمام، سكوبس.com. أدري هي المشكلة بالنت عندي ولا بال... نعم، يبدو أن الموقع سكوبس نفسه. نعم، طيب سكوبس.com. طيب scopus.com. تمام، حروح للسورسز في الأعلى، أذهب إلى خيار سورسز في الأعلى. طبعا هون بعطيني بشكل عام جميع المجلات المفهرسة في سكوبس. طبعا عنده زي ما حكينا العدد قابل للزيادة وصل إلى 43685. طبعا هذول إيش ما يعتبرهم؟ هذول اللي هم بوك زائد جورنالز. إذا بدنا نشوف الجورنالز لحالها، عدد الجورنالز نختار من source type journals only journals 40562 مجلة علمية مفهرسة في سكوبس. هذا لأنه أنا عملت خيار على الجورنالز اللي هي المجلات العلمية. طيب في هنا طبعا هذه المجلات كاملة، إذا بنتصفح بنشوف جميع المجلات. طبعا هذا أمر صعب إنه إحنا نشوف 40000، فبالتالي هذا الموقع اللي هو scopus.com بعطيني إيش؟ بعطيني خيارات للبحث عن طريق اسم المجلة، بعطيني خيار للبحث عن طريق اسم الببليشر اللي هو الناشر، أو عن طريق مثلا مجال معين، subject area معينة، مثلا في البزنس، في الأكاونتينج، في الانجينيرينج، في أي تخصص ممكن أبحث، أو عن طريق الـ ISSN اللي هو الرقم المعياري الدولي الخاص بالمجلة. طبعا أنا بدي أجي أبحث مثلا عن طريق subject area، أجي أبحث عن الـ تخصص معين مثلا. هنا راح تشوفوا انه في عندي مجموعه من التخصصات اللي ممكن ابحث عن طريقها. مثلا لو بدي اجي اختار في الايكونومكس، خليني اختار في الايكونومكس مثلا في الاقتصاد، في عندي 747 مجله مفهرسه في سكوبس تنشر في مجال الاقتصاد. طيب لو جيت مثلا على مجله معينه بدي اشوف خليني احكي المعايير تبعتها، بدي اقيس المعايير اللي تحدثنا عنها قبل قليل. مثلا جورنال اوف ايكونوميك على سبيل المثال، لاحظوا سكوبس كفرج ييرز، سنه الفهرسه، او خلينا نحكي متى فهرست وهل هي مستمره ولا لا. اول مره فهرست هذه المجله في سكوبس عفوا في عام 1981، وبعد ذلك خرجت ثم عادت، خرجت ثم عادت، بعد ذلك من عام 1996 to present، يعني إلى الآن هي مفهرسة في سكوبس، إلى الآن هي ضمن قاعدة بيانات سكوبس. طيب في عندي إذا to present معناته هذه المجلة إلى الآن مستمرة. في عندي بعض المقاييس اللي ممكن أشوفها، سايت سكور لسنة 2021، 1524 citations استشهاد علمي من عام 2018 إلى عام 2021 ل 99 بحث منشور خلال هذه الفترة، وهذا رقم ممتاز جدا أو كبير جدا. لكن لاحظوا في عندي السايت سكور تراكر اللي هو الأبديتد، طبعا هو آخر أبديت للسايت سكور كان في 5 جولاي، في اللي هو 5/7 يعني تقريبا قبل أسبوع. تمام، السايت سكور نزل من 15 صار 3.5، وطبعا هذا يعود لأنه عدد الدوكيمنت أو عدد الأبحاث المنشورة قلت عن السابق، وهذا شيء طبيعي لأنه كل ما قلت عدد البحوث ممكن تكون يعني
مش انه والله ممكن ما تقل عدد الاستشهادات، ولكن هي نسبه وتناسب، وبالتالي صار يعني في انخفاض في سعه السكان. طيب الان الاس جي ار بقى كيف تعرف انه هذه المجله بالاس جي ار؟ ماخذه هون رقم في الاس جي ار 9.4. طب داخل تفاصيل، هل هي كيو 1 كيو 2؟ بكل بساطه هاخذ رقم الاي اس اس ان للمجله على موقع سكوبس، هي موجود هنا بال تحت البابليشر، تمام؟ طبعا في عندي معلومات ثانيه زي الامريكان ايكونوميك اسوسيشن، اسم البابليشر الى اخره. انا بدي اخذ الاي اس اس ان، وهذا الرقم اللي انا بعتمده في البحث عن كل معلومات عن هاي المجله، تمام؟ بروح لموقع اللي هو الاس جي ار. خلينا اروح لموقع الاس جي ار، اذهب الى موقع الاس جي ار اللي دخلنا له قبل قليل، تمام؟ بعدين باجي ببحث هون عن طريق بضع اللي هو رقم الاي اس اس ان الخاص بالمجله، بحث سيرش، راح يطلع لي اسم المجله جورنال اوف ايكونوميك. طيب هون خليني اشوف هي ايش في اي ربع من الاربع اللي تحدثنا عنها، في من عام 1999 لل 2021 في اختصاص الايكونوميك والايكونو ماتريكس، هي بالكيو 1، هي في تصنيف الكيو 1. فاذا هي ان جنرال كل المجالات اللي بتنشر فيها اللي هي في الايكونومكس هي كيو 1، تمام؟ هي تعتبر كيو 1، ممتاز. طيب شيء ثاني ممكن نعرفه، بدنا نشوف الهوم بيج، الموقع الرسمي للمجله. في عندي هون بالانفورميشن بالاس جي ار، ممكن اروح على الهوم بيج، هذا الموقع الرسمي للمجله. الان انا كل هذا اللي مشيت فيه بس عشان اوضح نقطه، كيف ممكن ابحث في عند مجله في سكوبس، واوضح نقطه تساؤل ثاني كان انه كيف بدي اعرف هذه المجله اذا كانت مجانيه وغير مجانيه. عاده هذا الموقع الرسمي للمجله، عاده بيكون في عندي شيء اسمه guidelines for authors. طبعا هنا بيكون في عندي شيء اسمه اللي هو تعليمات او instructions for author، تمام؟ ممكن يبين لي جميع المعلومات، اذا هي تاخذ article process charge ولا لا، تاخذ رسوم على النشر ولا لا. طبعا عاده بتكون موجوده في ال about، خلينا نشوف. طبعا هنا بعطيني معلومات المحرر، ايش المجله، تعريف عن المجله. ممكن ابحث في ال submissions، تمام؟ ممكن نبحث في submissions، ممكن يعطيني معلومات هنا بالarticles، تمام؟ وعادة يعني بيكونوا كاتبين إذا هي بتاخد عليها رسوم النشر ولا لا، إذا هي free of charge ولا تاخد رسوم. وعادة يعني أغلب المجلات في سكوبس حقيقة يعني نادر جدا إنه تكون مجلة ما بتاخد رسوم، ولكن الأغلب إنه في مجلات ما بتاخد رسوم، تكون معتمدة على سياسة اللي هو الـ open access والـ gold open access والـ green open access. طبعا في موقع المجلة نفسه ممكن ناخذ معلومات إذا كانت المجلة بتاخذ رسوم ولا ما بتاخذ. طبعا صريحا عادة المجلات تكون كاتبة في بأنها بتاخذ رسوم أو لا. إذا ما كان موجود على موقع المجلة هاي المعلومات، ممكن ناخذ إيميل رئيس هيئة التحرير الإديتور أند تشيف. مثلا لو رحنا للإديتوريال بورد، رحنا على About، في بيكون إيميل رسمي للمجلة. لو رحنا للإديتورز عادة بيكون في إيميل رسمي خاص بالمجلة، بيكون مكتوب في الإيميل حتى نرسل لهم مثلا بدنا معلومة معينة، هل بياخذ رسوم أو ما بياخذ. طيب هذا بخصوص الـ يعني كيف بدنا نتحقق من المجلة على سكوبس من لاس جي آر، بعد هيك ندخل إلى الموقع الخاص بالمجلة. طيب في نوعين من المجلات حقيقة بهذا الخصوص أنا كنت بدي أتكلم عنه، اللي هو إنه في بعض المجلات بتكون open access، شو يعني؟ وصول حر للأبحاث الموجودة في هذه المجلة. والوصول الحر يعني، الوصول الحر ماذا يعني المجلة؟
وصول الحر يعني البحث أو الأبحاث المنشورة في هذه المجلة إيش هي؟ متاحة مجانا للقراء، أي واحد بيدخل على هذه المجلة يستطيع قراءة البحث، تمام؟ هاي open access. في مجلات لا ما بتكون open access، هاي المجلات تطلب رسوم من القراء حتى يحصلوا على الفول آرتيكل ويقرأوا البحث كامل، وأنا ما بنصح بهذا النوع من المجلات. ليش؟ لأنه هذا بيعمل محدودية للوصول للبحث المنشور في هذه المجلة، وبالتالي عدد الاستشهادات العلمية اللي أنا ممكن أحصل عليها كباحث بتقل، فبالتالي هذا ممكن يقلل من إنتاجي العلمي، وأنا ما بنصح بهذا النوع. ونكون حريصين على هذا الشيء، أنه تكون المجلة open access، متاحة للقراءة من قبل القراء أو من قبل الزوار للمجلة، تمام؟ في مجلات، نيجي للشق الثاني، مجلات اللي بتطلب رسوم من الباحثين اللي بدهم ينشروا ممكن تكون open access، يعني مش معناته أنا بدفع رسوم كباحث بدي أنشر في هذه المجلة معناته البحث غير قابل للقراءة، لا، open access بالنسبة للقراء ولكن في رسوم للنشر، وممكن تكون open access يعني معناته خلينا نحكي ما بتأخذ رسوم للنشر وبنفس الوقت تتيح البحث للقراء، وبتكون هذا النوع من المجلات بيكون مدعوم يعني من قبل مراكز بحثية، قبل مؤسسات دولية، نون بروفيت اورجانيزيشن الان جي اوز، ممكن يكون مدعوم ايضا من جامعات معروفة على مستوى العالم، وبالتالي ما بياخذ رسوم لا من الباحث المؤلف ولا حتى من القراء. وهذه من الامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي كمان ننشر في مجلة، وعادة لا احبذ النشر في مجلات هي نوت اوبن اكسس، يعني البحوث لازم ندفع عليها فلوس حتى ناخذ خلينا نحكي ما الفول ارتكلز او رسوم حتى ناخذ الفول ارتكلز، لازم عاده يكون البحث لو انا اضطريت اني ادفع للمجله رسوم نشر وان يكون البحث متاح للنشر للقراءه من قبل الباحثين الاخرين او القراء الاخرين بكون افضل، لانه بهمني جدا انه البحث يكون متاح للقراءه، وبالتالي هذا بزيد من عدد الاستشهادات ومن انتشار البحث ومن انتشار اسمي كمان كباحث في مجالي المعرفي. طيب أعود مرة أخرى لاستكمال المحور الثاني من هذه الورشة، وبتمنى إن شاء الله اللي تحدثنا عنه سابقا إن شاء الله يكون واضح للجميع. طيب الآن الجزء الثاني وهذا جزء مهم جدا وأنا بصراحة يعني بركز عليه جدا في هذا الجانب اللي هو كتابة الورقة البحثية، وأنا اللي راح أتكلم عنه اليوم هي شروط يعني مهم جدا أخذها بعين الاعتبار لما نيجي نكتب الورقة البحثية، يمكن عندنا إشكالية شوي في موضوع كتابة الأوراق البحثية وخصوصا الطلبة، يعني الطلاب الدراسات العليا بيكون في عندهم إشكالية كيف بدي أكتب ورقة بحثية، بيكون هو عنده فكرة كيف يكتب البحث ولكن ورقة بحثية ما بعرف شو الأشياء اللي لازم يأخذها بعين الاعتبار. طبعا أنا راح أتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا اللي لازم نتحدث عنها عند كتابة الورقة البحثية، وطبعا أنا أخذت من مصدر يمكن يكون باللغة الإنجليزية ولكن هذا مصدر مهم بالنسبة لي حقيقة، يعني يعتمد على الشروط اللي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحكيم البحوث للمجلات المصنفة في سكوبس. عادة خلينا نعرف إيش الـ أنواع الأوراق البحثية. في عندنا ثلاث أنواع للأوراق البحثية، وخلينا نحكي of articles أو للمقالات العلمية، في عندنا ثلاث أنواع للمقالات العلمية، في عندنا research article مقال بحثي، تمام، في عندنا research project المشروع البحثي، في عندنا review article. خلينا أتناول جزء جزء. research article هو اللي هو محط خلينا نحكي اهتمامنا في ورشة اليوم، راح نتكلم عن عناصر الريسيرش ارتكل، المقال البحثي بعناصره راح نتحدث عنه. طبعا عادة بيكون في ملخص، بيكون في مقدمة، بيكون في عندنا الميثودولوجي اللي هو المنهجية، بيكون في عندنا النتائج، وفي عندنا مناقشة لهذه النتائج، واخر شيء اللي هي المصادر والمراجع. هذا مقال بحثي. ريسيرش بروجكت مشروع بحثي، شيء بدي أسأل سؤال هون قبل ما أشرحه، هل بتعتبروا أنه الريسيرش بروجكت أكبر من الريسيرش أرتيكل ولا العكس صحيح؟ يعني مين الأشمل
الريسيرش ارتكل ولا الريسيرش بروجكت؟ ممكن عبر الشات اذا بتوح بنتيح الشات اذا سمحتوا. مين اشمل، الريسيرش ارتكل ولا الريسيرش بروجكت؟ جميل جدا، بروجكت، ريسيرش بروجكت هو الاشمل. المشروع البحثي عادة بيكون عبارة عن، استاذنكم اغلاق الشات، مشروع البحثي عادة بيكون عن مشروع ممكن يطلع منه اكثر من ريسيرش ارتكلز، مش ريسيرش ارتكل واحدة، ممكن يكون زي مثلا اطروحة الدكتوراه ريسيرش بروجكت، مشروع بحثي ممكن اطلع منه ثلاث اربع اوراق بحثية، تمام؟ ولكن الريسيرش ارتكل هو جزء من الريسيرش بروجكت وليس العكس. المشروع البحثي هو الأشمل، زي الأطروحات، زي مشروع مثلا خلينا نحكي للفاكسين تبع كورونا، الله يبعدنا عنها إن شاء الله، اللي هو كان مشروع بحثي ضخم، جامعات دخلت في هذا المشروع وخرجت من وراء هذا المشروع البحثي في مجموعة من الأوراق البحثية بتتحدث عن لقاح كورونا. فإذا الريسيرش ارتكل هو جزء بسيط من الريسيرش بروجكت، من الاطروح. طيب الريفيو ارتكل اللي هو البحث المرجعي، او الريفيو ارتكل اللي خلينا نحكي هو بحث في مجموعه مراجع جمعناها صنفناها، بعد ذلك خرجنا بنتائج مشتركه لهذه البحوث بنتائج جديده. طبعا اللي بيشوف ممكن الان يتساءل سائل حدا ويحكي والله الريفيو ارتكل يعتبر اسهل انواع المقالات العلميه، انا بحكي لا، الريفيو ارتكل هو اصعب انواع المقالات العلميه. ليش؟ لانه الريفيو ارتكل بيحتاج لشخص خبير قارئ كثير في المجال المعرفي، يمكن يكون قارئ 200 مقاله علميه، ممكن يكون قارئ يمكن 100 مقاله علميه حتى يستطيع الخروج بريفيو ارتكل متكامل. الخبراء الدكاترة في اختصاص معين في درجة البروفيسورز، في درجة الأستاذ مشارك، يكون قارئ العديد من الأبحاث وناشر العديد من الأبحاث في مجاله، وبالتالي هو مهيأ أكثر لأنه يقوم بعملية الريفيو آرتيكل. ومش شرط يعني، ممكن يكون طلبة مجتهدين عندهم قراءة من زمان وبقرأوا مطلعين على مجالهم المعرفي ولهم أبحاث منشورة يستطيعوا القيام بالريفيو آرتيكل. فإذا الريفيو آرتيكل هو مشروع من خلاله يتم جمع مجموعة من المصادر في ذات الموضوع، في موضوع معين، تمام؟ وبعد ذلك يتم تصنيف هذه الأبحاث، نتائج هذه الأبحاث، بعد ذلك يتم تحليل النتائج للأبحاث حسب التصنيف اللي وضعه هذا الباحث، والخروج بنتائج مشتركة بين هذه الأبحاث. طبعاً هذا الموضوع يعني يحتاج لكريتيكال أناليسيز، يحتاج لتحليل النقاط و معرفة نقاط الضعف في هذه الأبحاث ونقاط القوة، يعني خبرة طويلة جدا وقراءة عميقة جدا في المجال المعرفي. فالريفيو ارتكل أنا من وجهة نظري يعتبر من أصعب المقالات اللي ممكن تنشر في المجال المعرفي بشكل عام، لأنه تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى العديد من الاطلاعات على المجال المعرفي والبحوث المنشورة في ذات المجال أو في عنوان البحث أو موضوع البحث اللي أنا بقوم فيه، تمام؟ فعلى سبيل المثال أنا بدي أجي أخذ مثلا أتكلم عن ريادة الأعمال وأثرها على مثلا التنمية المستدامة في الدول في العالم مثلا، على سبيل المثال محتاج أني أشوف كل الأبحاث، أو مش كل الأبحاث، أغلب الأبحاث اللي تكلمت عن هذا الموضوع وأشوف وأصنفها. في البعض ممكن يتكلم عن استراتيجيات الريادة في ريادة الأعمال ولم يتكلم مثلا عن التنمية المستدامة، ممكن يكون محط الاهتمام بالنسبة لي في بحث اللي أنا بقوم فيه كريفيو آرتيكل. فإذا هو يحتاج إلى عملية بحث مستمرة، اطلاع كبير جدا في المجال المعرفي حتى نحصل على ريفيو آرتيكل متكامل. اليوم إحنا في الورشة التدريبية هذه راح نتحدث عن أبسط شيء في عملية النشر اللي هو الريسيرش آرتيكل، في المقال البحثي بعناصره المعروفة، وبدنا نتكلم عن بعض الأمور وناخذ بعض التمارين البسيطة في هذا المجال. الريسيرش بروجكت يعني يحتاج حقيقة إلى دورة متكاملة لعدة أيام، الريفيو آرتيكل يحتاج إلى فيلو تكنيكس، فيلو تقنيات، بده
ايضا يعني دوره متكامله حتى نتحدث عن الريفيو ارتكل. الريسيرش ارتكل بصراحه عناصره معروفه مشتركه بين اغلب التخصصات مع مراعاه بعض الخصوصيه في هذه الاختصاصات. فراح نتحدث عن خلينا نحكي عناصر الورقه البحثيه. ريسيرش ارتكل في عندنا العنوان، في الكي ووردز اللي هي الكلمات المفتاحيه، في عندنا الابستراكت الملخص، بعد ذلك عندنا الانترودكشن، الميثودز الماتيريالز، الريزلتس اللي هي المنهجيه والنتائج ومناقشه هذه النتائج، والكونكلوجنز اللي هي الخاتمه والاستنتاجات النهائيه، واخر شيء في عندنا اللي هو الريفرنس. اغلب الاوراق البحثيه هذه العناصر الاساسيه اللي بتكون موجوده فيها. يعني اغلب الاوراق البحثيه اللي احنا بنقوم فيها بده يكون في عندنا عنوان، بده يكون في عندنا كلمات مفتاحيه، بده يكون في عندنا ملخص، بده يكون في عندنا مقدمه، بده يكون في عندنا منهجيه، بده يكون في عندنا اكيد نتائج مناقشه لهذه النتائج، واخر شيء اللي هو الكونكلوجنز او الاستنتاجات النهائيه. واخر شيء نتحدث عن المراجع. طيب التايتل العنوان، حقيقة العنوان يعني أنا من وجهة نظري وأنا بستخدمها في أغلب البحوث اللي بنقوم فيها، العنوان ممكن يكون آخر شيء أقوم بصياغته بشكل نهائي. يعني العنوان ممكن بصورته النهائية أقوم بصياغته بشكل آخر شيء بعد ما أنتهي من البحث. ممكن البعض يستغرب يحكي طب كيف يعني العنوان ممكن يكون آخر، يؤجل لآخر شيء بعد انتهاء البحث؟ لأنه أحياناً الباحث اللي بيبدأ من عنوان معين تمام بيقيد نفسه في البحث. يعني على سبيل المثال ممكن أجي أتكلم والله أثر مثلاً ريادة الأعمال على التنمية المستدامة، قيدت نفسي أنا في البحث مثلاً على سبيل المثال، اخترت هذا العنوان قبل ما أبدأ البحث، قيدت عملية البحث تبعتي عن ريادة الأعمال وعن التنمية المستدامة، ريادة أعمال تنمية مستدامة، بالتالي أنا بصير مقيد، تصير عملية البحث علي صعبة جداً، أصعب في كتابة الأهداف، في كتابة، في صياغة الأسئلة، في صياغة الفرضيات إلى آخره، لأنه أنا تحددت في موضوع معين. وهذا مش غلط، إحنا بالعكس بالنهاية لازم نتحدد بموضوع معين، ولكن صياغة العنوان في البداية قبل البدء بالبحث ممكن خلينا نحكي بالعقل الباطن لدى الباحثين خصوصا الباحثين المبتدئين ممكن يصير في عنده تحديد لعملية البحث، بتصير بدل ما ينظر إلى الأفق يصير ينظر عموديا فقط، أنا في هذا المجال، ببطل يشوف الأشياء اللي ممكن تساعده في البحث تبعه اللي هو بقوم فيه وممكن تقوي من عملية البحث. فبالتالي هذه أول نصيحة، خلي دائما العنوان، أنت كون المجال المعرفي للبحث، احكي والله أنا مجال معرفي للبحث راح يكون مثلا في ريادة الأعمال على سبيل المثال تمام، المشكلة البحثية اللي أنا راح أتناولها مثلا شو دور ريادة الأعمال مثلا على التنمية المستدامة بشكل عام، واترك المجال لك تبحث بشكل موسع جدا، ما تحط عنوان للبحث، لأنه بهاي الحالة أنت بتترك المجال أنك تبحث بشكل أفقي، تنظر لجميع الجوانب لريادة الأعمال، جميع الجوانب للتنمية المستدامة، وهذا بيوسع المدارك في عملية البحث، بيخليك مخصص أكثر بالنهاية لما تيجي تكتب مشكلة البحث تيجي تصيغ العنوان الخاص بهذا البحث. فخلي العنوان كاستراتيجية دائما، بعد ما تحدد المشكلة والمجال للبحث حاول بعد ذلك أنك أنت تنظر خلينا نحكي للعنوان المناسب اللي تضعه بعد تحديد المشكلة أو مشكلة البحث. طبعا أنا هذه استراتيجية قد يختلف معي البعض فيها، ولكن حقيقة عن تجربة، يعني العنوان دائما يحدد ويحدد الباحث لما يبدأ في البحث إذا كان ينطلق منه تمام. حدد المجال المعرفي، حدد مشكلة البحث، ولكن دع العنوان لآخر شيء في البحث. طيب تايتل it should be fewest visible words، يعني بمعنى انه لازم يكون العنوان دائما بيستخدم كلمات بسيطه تمام، واقل الكلمات الممكنه، ما يكونش طويل جدا العنوان، وهذه الكلمات ايش مالها دقيقه بتصف محتوى الورقه البحثيه. انت بتيجي بتحكي، وهذا طبعا يؤكد كلامي انه دائما بما انه بدأ تصف محتوى الورقه البحثيه فاذا العنوان لاخر شيء، فاذا دائما باجي بختار كلمات دقيقه تصف الورقه البحثيه. انا اليوم بتكلم عن ذكاء الاعمال، معناته انا لازم يكون في من ضمن العنوان شيء له علاقه بذكاء الاعمال،
باختصار خلي متغيرات الدراسة جزء من العنوان. شو متغيرات الدراسة اللي عندنا مثلا؟ عندنا مثلا أبعاد ريادة الأعمال وأبعاد التنمية المستدامة، هذه متغيرات، تمام؟ فأنا لازم يكون في العنوان كلمة ريادة أعمال، ولازم يكون في العنوان كلمة تنمية مستدامة. فإذا هذا بعطيني أقل عدد ممكن من الكلمات، وبنفس الوقت بيصف بدقة الإيش المحتوى للورقة البحثية. طيب، ودائما خلي العنوان يعني ملفت للانتباه، بمعنى ما يكونش عنوان تقليدي ممل طويل جدا، لما اجي اقرا العنوان احكي لا خلص انا هذا البحث، يعني ممكن انا مهتم ببعض بعض الجزئيات، ولكن يعني البحث مبين انه في بعض التفاصيل انا ممكن ما احتاجها، تمام؟ فلذلك خلي البحث عنوان البحث دائما يكون grabs attention، بمعنى انه دائما يكون ملفت للانتباه، ما يكونش في نوع من الغموض، في نوع من عدم الجذب، طويل جدا يحتوي على كلمات كبيره جدا، وبالتالي هذا بخليني انا حتى كمحرر وكمحكم لهذا البحث يعني اخذ بعض الانطباعات السيئه. طيب، اذا انا بستخدم موديل معين، او انا والله مستخدم منهجيه معينه، ممكن اضعها من ضمن العنوان. يعني على سبيل المثال والله انا مستخدم في عمليه التحليل ستراكشر ايكويجن موديل، تمام، تحليل النموذج البنائي مثلا، تمام، او النمذجه البنائيه، فممكن اضع مثلا اثر رياده الاعمال على التنميه المستدامه باستخدام نموذج او النمذجه البنائيه. هذا شيء جيد انه يكون من ضمن العنوان، المنهجيه المستخدمه بكلمه او كلمتين في عمليه التحليل، لانه في البعض من القراء بكون مهتم كثير في جزئية المنهجية اللي استخدمها الباحث، فبتشد انتباهه في العنوان المنهجية اللي استخدمها الباحث. وعادة احنا ممكن يعني في تخصصاتنا نستخدم كلمات تصف ايضا العينة اللي احنا مستخدمينها، زي مثلا الشركات الأردنية العاملة مثلا في القطاع السياحي، الشركات الأردنية العاملة في قطاع الحوسبة. فبالتالي بنستخدم ايضا لجذب الانتباه وتمييز هذا البحث من ناحية العنوان. هذا كله من الطرق المشروعة اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار عند صياغة العنوان. طيب، خلي دائما العنوان يحتوي على المين توبكس، يعني دائما العنوان يجب أن يكون مخصص للمجال المعرفي للورقة البحثية. يعني على سبيل المثال، تمام، أنا أخذت في هذه الورقة البحثية كمثال، عندنا هذا المثال Market Sensing Capability، تمام، القدرة على استشعار السوق. جيد، الآن المجال main topics اللي هو إيش المجال اللي أنا ببحث فيه؟ القدرة على استشعار السوق market sensing capability. أيضا أشرت إلى knowledge creation صناعة المعرفة and innovation والابتكار، وضعت أهم المتغيرات التي تصف الموضوع الرئيسي من البحث. هذا واحد. ايضا ممكن من خلال العنوان حتى يكون فعال اكثر وبجذب الانتباه اكثر، انه اعمل او اوضح الامبورتنس اوف ذا ريسيرش، اهميه البحث من خلال العنوان. لاحظوا هون انا جيت استخدمت مثلا انه انا بستخدم مودريتنج رول اوف الانتربريورال اورينتيشن اللي هو توجه الريادي على سبيل المثال، وضحت منهجيه معينه، وضحت شو المنهجيه اللي انا بستخدمها، وموضح كمان اللي هو الامبورتنس، هنا الأهمية اللي أنا بقوم فيها. يمكن العديد من الأبحاث ناولت موضوع الماركت سنسينج كابابيليتي والنوليدج كرييشن والانوفيشن، بس أنا هون الأهمية اللي أنا بضيفها في الكلمة اللي أنا ضفتها هون في العنوان، ذا مودريتنج رول اوف كذا 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 إلى آخره. فإذا أنا هون إيش عملت؟ زي ما بنحكيها بالعامية ضرب عصفورين بحجر. جذبت الانتباه، تمام؟ attract the readers، وبنفس الوقت ايش highlight the importance of the research، و يعني سلطت الضوء على أهمية البحث. من هنا تنبع أهمية البحث، the moderating role of entrepreneurial orientation. طيب، هذه نقطة مهمة جدا، خلينا ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نصيغ العنوان. نلخص النصائح هاي بشكل سريع، دائما خلي العنوان مخصص بأقل عدد من الكلمات، خليه يشد الانتباه، وممكن نستخدم فيه المنهجية واللي بيميز هذا البحث الـ importance of the research. وأكثر طريقة إحنا بنستخدمها عادة بنصف نصف اللي هو المتغيرات الدراسة، تمام، بعد ذلك بنحط المنهجية أو العينة اللي إحنا استخدمناها في هذا البحث، وهذا كلها من عوامل الجذب
للورقة البحثية. طيب، تمرين بسيط، ضع عنوانا لهذه الصورة، عنوانا مناسبا لهذه الصورة. تأملوها قليلا، أعطوني عنوان لهذه الصورة. تأملوها قليلا، خلينا ناخذ دقيقتين تأمل. أعطوني عنوان مناسب لهذه الصورة. أعطوني عنوان يصف الصورة بشكل دقيق. بدناش كلمات مفتاحية، بدنا عنوان، بعدين بتكلم عن كلمات مفتاحية. البناء مشروع جماعي، التعاون والإبداع، الإدارة الاستراتيجية المنظمة، ممتاز. تخطيط قبل التنفيذ، جميل. الاقتصاد بين الازدهار والانهيار، جميل جدا، والله عناوين رائعة. الأعمال والمشاريع تكتمل بالتعاون وروح الجماعة، ما تظنه القمة. أنا لفت انتباهي، هذا هو القاعدة بالنسبة للآخر. جميل جدا. رائع جدا. البناء زاوية الرؤية كمتغير وسيط. لاحظوا أنا لما أقرأ العناوين يمكن هي بتكون لفتة انتباهي، وأنا أحكي لكم ليش لفتة انتباهي. تكامل في العمل. من جميع الجبهات ممكن أن نصل. البناء على أسس سليمة. في عنوان شدني جدا، إدارة المشاريع رؤية تحليلية. جميل جدا هذا العنوان أستاذ عبد الرحمن. جميل جدا، إدارة المشاريع رؤية تحليلية. التخطيط السليم أساس النجاح، جميل. التعاون في جميع الاختصاصات، القيادة وفريق العمل. جميل، أشكركم، أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم. طيب، شكرا جزيلا لكم، استأذنكم إغلاق الشات. طيب، شوفوا، يمكن العناوين التي انوضعت أو كتبت في المشاركة حقيقة كانت كثيرة، تمام؟ كانت كثيرة جدا. لفتت انتباهي من جميع العناوين هي ثلاثة عناوين رئيسية حقيقة، تمام؟ العنوان اللي لفت انتباهي الأول اللي هو كان يتحدث، يمكن أنا دونته هون، إذا ممكن أرجع له بستأذنكم، تمام؟ الاقتصاد بين الازدهار والانهيار. الأستاذ حيدر يمكن حكى عن الاقتصاد بين الازدهار والانهيار، استخدم كلمات بسيطة، تمام، قليلة، وصفت المحتوى، وصفت محتوى الصورة. طبعا هاي الصورة احنا بدنا نتخيلها كأنها البحث كمحتوى، فإذا هو وصف المحتوى، لأنه في إنه هو نظر للموضوع في ازدهار وانهيار، شاف بعض الأشياء تنهار وفي بعض الأشياء تبنى، تمام، فبالتالي هو وصف محتوى. في عنوان آخر كان الأثر الوساطة على الترقية الوظيفية، الدكتور عفاف، يعني إحنا بدنا وصف للصورة. طيب، في عنا كمان مشاركة حقيقة كانت مهمة جدا، لأنه استخدم فيها منهجية في العنوان، أخذ متغيرات البناء زاوية الرؤية كمتغير وسيط. أستاذ خالد، تمام، أخذ زاوية الرؤية للبناء كمتغير وسيط في كيفية بناء الأشياء مثلا، فهو وضع المنهجية من خلال العنوان، جميل جدا. وكمان في اللي هو الثالث حقيقة، إدارة المشاريع رؤية تحليلية، كيف يمكن أن تدار المشاريع، تمام، من وجهة نظر تحليلية، وهذا الأستاذ عبد الرحمن. حقيقة هذه ثلاث عناوين لفتتني، ليش؟ لأنه أغلبها استخدم كلمات قليلة، وصفت المحتوى ووضعت منهجية في وصف المحتوى.
يعني لما نتحدث عن إدارة مشاريع فعلا هذا مشروع اللي أمامنا، رؤية تحليلية، نعم رؤية، لأنه في إن في أكثر من رؤية وأكثر من زاوية لهذه الصورة. تحليل، بدنا نحلل الزاوية لهذه الصورة من أين أتت ومن أين يبنى هذا البناء. تمام، فإذا وصفت المحتوى بكلمات بسيطة ودقيقة. طيب أشكركم شكرا جزيلا على تفاعلكم. The view varies depending on your point of view. جميل جدا هذا العنوان أستاذة شيماء. تمام، The view varies depending on your point of view. طريقة البناء اعتمادا على وجهة النظر، وهذا طبعا يصف اللي هو الصورة. طبعا هذا لا أقلل من العناوين التي طرحت، قد تكون هناك عناوين رائعة، ولكن يعني نظرا للشات يعني يظهر بطريقة سريعة جدا كان. فأشكركم يعني جزيل الشكر على تفاعلكم. طيب ننتقل للجزء الثاني، keywords، الكلمات المفتاحية في الورقة البحثية. طبعا الكلمة المفتاحية عادة، تمام، هي بتكون عبارة عن نقطة البحث للوصول، أو خلينا هي النقطة للوصول إلى هذا البحث. يمكن العديد منا بشوف إنه نقطة الكلمات المفتاحية هي شيء هامشي في البحث، ولا يعني ما بيهتم إله كثير المحرر أو الريفيورز أو المحكم. حقيقة الكلمات المفتاحية هي الأساس لعملية الوصول للبحث عند البحث عن هذا البحث المنشور على شبكات الإنترنت أو محركات البحث على شبكة الإنترنت. فبالتالي لازم نكون دقيقين عند كتابة الكلمات المفتاحية للورقة البحثية. تمام؟ ويجب أن تصف المحتوى للورقة البحثية، لأنه أنت بهذه الحالة بتسهل عملية الوصول، تمام، للبحث عند نشره. فأنا لما أجي أستخدم والله هذه الكلمة المفتاحية وما يكون جزء من الكلمة المفتاحية موجود في محتوى البحث، معناته أنا بخلي الباحث يصل إلى بحث أو نتائج غير مرغوب فيها بالنسبة لي. فبالتالي يجب أن تكون الكلمات المفتاحية دقيقة تصف محتوى البحث، وبالتالي تسهل عملية الوصول إليه بعد نشر. تمام، وحاول دائما، تمام، إنها تكون بسيطة ومختصرة وتساعد في الوصول إليها عند البحث عنها. يعني أنا لو نشرت هذا البحث في مجال الريادة في التنمية المستدامة، لأستخدم كلمات تصف المحتوى، وبالتالي أي شخص يبحث عن التنمية المستدامة سيظهر له البحث، أي شخص يبحث عن ريادة الأعمال سيظهر له البحث. فبالتالي هي بتسهل عملية الوصول للبحث بعد نشر. دائما خلينا نبعد عن الكلمات المفتاحية مجتزأة من العنوان. يعني العديد من الباحثين بياخذ شو استخدم كلمات، تمام، للورقة البحثية اللي استخدمت في العنوان وبيعتبرها كلمات مفتاحية. زي مثلا لما نيجي نستخدم مثلا للعنوان السابق، اجي احكي والله ماركت سينسينج كابابيليتي، اختار النوليدج كرييشن، اختار مثلا الانتربرينوال اورينتيشن ككلمات مفتاحية، فقط اضع المتغيرات الدراسة. لا، فكر الى ابعد ما ذلك، ابعد من ذلك. لا يعني انه استخدام الكلمات في العنوان خاطئ في الكلمات المفتاحية، وانما فكر لما بعد ذلك. طب كيف بدي افكر؟ ارجعوا لطريقة بحثكم للوصول إلى المراجع حتى يساند هذا البحث اللي أنتم بتقوموا فيه. يعني على سبيل المثال أنا كنت بعمل بحث عن ريادة الأعمال على سبيل المثال والتنمية المستدامة. لاحظوا السلوك اللي أنتم انتهجتوه في البحث على محركات البحث عن للوصول إلى مراجع في بحثكم. كاستخدام مثلا كلمة ريادة، مثلا أنا مرة استخدمت كلمة ريادة، مرة استخدمت كلمة ريادة أعمال، بعدين بحثت عن المصادر في ريادة الأعمال وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بعدين بحثت التنمية المستدامة والمشاريع الصغيرة. لاحظوا استخدمت كلمات في عملية البحث والوصول للمراجع. ارجعوا لطريقة البحث أو البيهيفير أو السلوك اللي أنتوا استخدمتوه في عملية الوصول للمراجع في بحثكم. بهاي الحالة بتطلعوا بكلمات مناسبة ككلمات مفتاحية للبحث اللي أنتوا قمتوا فيه. تمام؟ فدائما start thinking، تمام، من about the terms that you are used to search for papers related to your topic. بمعنى شو الكلمات اللي انت استخدمتها للوصول الى المصادر والمراجع. لاحظوا انا استخدمت كلمات المشاريع الصغيرة في عملية البحث، والمشاريع الصغيرة هو جزء، تمام، تعتبر المشاريع الصغيرة كمفهوم جزء من ريادة الأعمال، وبالتالي ممكن استخدم كلمة المشاريع الصغيرة في بحثي ككلمة مفتاحية حتى وإن لم تكن في العنوان، ولكن لأن المشاريع الصغيرة
هي جزء من ريادة الأعمال، وبالتالي بدي أسهل عملية الوصول لبحثي للأشخاص اللي بيبحثوا عن المشاريع الصغيرة، بيبحثوا عن ريادة الأعمال، وبالتالي سهل عملية الوصول إلى هذا البحث. طيب، وعادة دائما إحنا دائما ما بنستخدمش الاختصارات في الكلمات المفتاحية، يعني مثلا زي اختصار الـ SEM. طبعا الـ SEM كمصطلح كاختصار ممكن يكون موجود في تخصصات ثانية، يعني اختصار لشيء معين، لمادة معينة. في تخصصنا ممكن يكون له مثلا اختصار معين، يعني على سبيل المثال Structure Equation Model هو اختصاره SEM. في بعض التخصصات، خصوصا التخصصات الهندسية، في عندهم اختصار بالـ SEM، وبالتالي ما تستخدم الكلمات المختصرة إلا إذا تمام نضع اللي هو تعريفها. يعني مثلا إذا أنا كنت مستخدم SMEs، مثلا في عندنا شيء اسمه SMEs، Small Medium Size Enterprises، تمام، فمعناته بدي أكتب في الكلمات المفتاحية Small Medium Size Enterprises بين قوسين SMEs، حتى يعرف اللي بيبحث انه بيدخل هذا البحث. طلع له في النتيجه لما كتب SEM مثلا في البحث، طلع له بحثي، بيعرف انه انا بعني في هذا المصطلح بانه انا بتحدث عن الشركات الصغيره والمتوسطه. ممكن هو بتحدث عن بده النمذجه البنائيه، فبالتالي يجب ان لا نستخدم الاختصارات في الكلمات المفتاحيه. جرب الكلمات المفتاحيه اللي انت استخدمتها في ورقتك البحثيه، وابحث عنها على جوجل، على اي محرك بحث موجود على شبكة الإنترنت، وتست، اعمل تست، شوف الأبحاث اللي راح تظهر لك. إذا بحثت بالكلمات المفتاحية وظهرت لك أبحاث تصف المحتوى الموجود في الورقة البحثية أو قريب منها، معناته الكلمات المفتاحية اللي أنت مستخدمها جيدة ومناسبة للورقة البحثية. إذا والله كتبت كلمات مفتاحية وطلعت لي بحوث أو نتائج بعيدة كل البعد عن المحتوى الورقة البحثية اللي أنا بقوم فيها حاليا، معناته في عندي مشكلة في هذه الكلمة، تمام. زي مثلا ما اجي استخدم Structure Equation Model، اخذ اختصار اللي هو الاس اي ام وابحث عنه في جوجل، بيطلع لي كثير اختصارات. بهي الحاله معناته هذه الكلمه المفتاحيه غير مناسبه. ولكن لو اخذت كلمه Structure Equation Model بعينها وبحثت عنها في جوجل، اكيد راح يطلع لي شيء ريليتد للكلمه المفتاحيه اللي انا كاتبها في الورقه البحثيه. طيب، الآن في عنا دائما لازم نكون، يعني خلينا نحكي في الكلمات المفتاحية ممكن نستخدم أكثر الأدوات اللي استخدمناها في بحثنا، من ناحية خلينا نحكي اللي هو التقنيات المنهجيات اللي أنا استخدمتها. مثلا زي مثلا أجي أحكي والله X-ray analysis، أجي أختار مثلا كلمة structure equation model، هذه كلها جميل جدا إنه إحنا نذكرها بالكلمات المفتاحية. طيب، نشاط سريع، أعطوني كلمات مفتاحية مناسبة من العنوان اللي أنت اخترتوه لهذه الصورة، وطبعا يصف أكثر مما وصفناه. خلال دقيقة ممكن نأخذ أهم الكلمات المفتاحية. Perspective Management، التعاون، العمل، التعاون، بيئة العمل، اختلاف، البناء، البناء وإدارة المشروعات، مشروع، الإدارة الاستراتيجية، التخطيط، الإدارة، الإبداع، التنفيذ. جميل جدا، هذه كلها تصف، يعني الكلمات ككلمات مفتاحية تصف خلينا نحكي اللي هو الصورة اللي وضعنا لها عنوان قبل قليل. بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم كثيرا، خلينا نمشي للعناصر اللي بعدها، لأن الملخص الابستراكت، طبعا الملخص دائما هو الجزء الأخير الذي يكتب في البحث، لأنه عارفين أنه الملخص دائما في عناصر لا يمكن أن يتضمنها الملخص دون أن يكون هناك نتائج، فلازم يكون في عندنا نتائج حتى نقوم بكتابة الملخص. فبالتالي الملخص هو آخر جزء ممكن نكتبه في البحث، وعادة الملخص بيكون عبارة عن تلخيص لمحتوى الورقة البحثية. وطبعا دائما الملخص لازم يكون بسيط، كلمات بسيطة، ممكن ما تتجاوز أكثر من 150 إلى 300 كلمة حسب المجلة، حسب شروط التي تضعها تلك المجلات. وعادة
يعني من خلال، هو أكثر جزء ممكن الباحثين بيقرأوه لما يجي يدخلوا لأي بحث بدهم إياه، أو مصدر أو مرجع. إذا وجد الملخص جيد بيخدم بحثه يكمل قراءة البحث، إذا وجد الملخص لا يخدم البحث وغير جيد يتوقف عن قراءة البحث، وبالتالي هو البوابة الأساسية لقراءة البحث. وعادة المحكمين بنظروا لهذه النقطة بعين الاعتبار، الملخص جزء مهم جدا نهتم فيه في عملية كتابة الورقة البحثية. طبعا هو يعتبر يعني أغلب جزء مهم في الارتيكل لما نيجي بدنا نوصف المحتوى للورقة البحثية. في بعض النصائح تمام لازم ناخذها بعين الاعتبار، وفي عندنا بعض التساؤلات اللي لازم نجيب عنها حتى نتأكد بأنه الابستراكت أو الملخص تبعي جيد ويخدم البحث، وفي نفس الوقت يعتبر ملخص يعني رصين وجيد من ناحية خلينا نحكي العناصر. أول سؤال دائما نحكي، ما هو الشيء الذي تم إتمامه أو خلينا نحكي حله من خلال هذا البحث؟ What was done؟ لازم يكون في عندي إجابة على هذا السؤال في الملخص. على سبيل المثال باجي بحكي والله هذه الدراسة تحاول أو حاولت دراسة مثلا أو هدفت إلى دراسة أثر كذا وكذا 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 وكذا. This is what was done. هذا الشيء اللي إحنا وصلنا له من خلال هذا البحث. السؤال الثاني، Why did you do it؟ ليش أنت سويت هذا البحث؟ معناته أنا بدي أبين the importance of the research، أهمية البحث. طبعا وجاءت أهمية هذا البحث لكذا وكذا، لبيان أثر كذا وكذا وكذا وكذا، فبالتالي يجب أن يكون هناك وصف لأهمية البحث زي ما احنا شايفين، يعني ثلاث أسطر سطرين يعطيني الأهمية من هذا البحث. What did you find؟ يعني النتائج، ما هي أهم النتائج التي وصلتها؟ وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية، 1 و2 و3 و4 و5 تمام؟ في 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 نهاية المطاف. وآخر سؤال، شو الأشياء المهمة اللي وجدتها من هذه النتائج في هذا البحث؟ يعني شو الامبليكيشنز، شو التأثيرات لنتائج هذا البحث على النطاق المعرفي النظري وعلى النطاق العملي؟ إذا كنت أنا ماخذ عينات معينة، شو راح يكون في مهم، هذه النتائج تعتبر مهمة في أي مجال؟ كيف ستخدم المجال النظري؟ هذا طبعاً ممكن يكون من ضمن الملخص. فإذا جاوبت على هذه التساؤلات وهذه العناصر كانت موجودة عندي في الورقة البحثية أو عفواً في الملخص البحثي تمام، فبهذه الحالة أنا بضمن أنه عندي عناصر جيدة بالنسبة للملخص. شو الشيء اللي أنا بحاول؟ مشكلة الدراسة، 2 تمام، أهمية الدراسة، بعد ذلك أهم النتائج، و الامبورتنس خلينا نحكي من هذه النتائج، أهمية هذه النتائج في الامبليكيشنز احنا بنسميها على ان الشق النظري والشق ايضا العملي. هذه الكومبوننتس الأساسية التي يجب ان يحتويها الملخص البحثي. طيب في ان بعد ذلك اللي هو العنصر الآخر او العنصر الثالث او الرابع عفوا، اللي هو المقدمة، الانترودكشن تمام. والمقدمة واحنا كثير دائما بنخلط بين الانترودكشن وبين الابستراكت، بين الملخص وبين المقدمة. المقدمة هي عادة بتكون يعني خلينا نحكي بتقود او تصف المشكلة بشكل عام من البحث تمام، وبتحولنا من النطاق العام الى النطاق الخاص. مثلا لما اجي احكي والله كبداية لمقدمة، خلينا ناخذ عليها مثال، هذه مثلا مثال على مقدمة، بشكل عام وصفت المشكلة. SMEs are responsible for the prevalence of employment in the most emerging economies since they make up most of the business in those countries. بمعنى أنه أنا هنا بتحدث بحكي الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المسؤولة بشكل كبير جدا عن عملية التوظيف في أغلب اللي هي الاقتصادات الناشئة تمام، واللي بتساعد اللي خلينا نحكي الدول الناشئة في مجال الأعمال. أنا هون إيش بحاول من خلال المقدمة؟ أصف مشكلة عامة تمام؟ بعد ذلك ببلش أخصص تمام؟ إجيت كملت الفقرة هاي، إيش حكيت؟ Although large firms have materials, financial and technological advantage over SMEs، من الرغم بأنه هناك العديد من الشركات الكبيرة
التي لديها إمكانيات على الصعيد التكنولوجي، على الصعيد المالي، تمام؟ الأس أم إيز تعاني الشركات الصغيرة، تمام؟ من بعض المشاكل في هذا الجانب، فبالتالي إيش بلشت؟ بلشت أخصص. في عندي مشكلة عامة إنه الأس أم إيز مهمة جدا، ولذلك فيش فيها اهتمام، بعدين بلشت أبين وين نقاط الضعف في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بلشت أخصص في المشكلة من خلال المقدمة. طيب، فإذا دائما نبدأ من المشكلة العامة وبنبلش نخصص في المقدمة حتى نصل إلى المشكلة التي تهتم فيها أو يهتم فيها هذا البحث. Explains the significance of the research. بين، تمام، أهمية البحث من خلال المقدمة. طيب نيجي نشوف عليها مثال، تمام. في عندنا مثال هون: The ability to sense and react the market environment and the change in the terms of technology advancement, تمام، consumer takes and demands innovation and the value offering is called market sensing. بحاول أوصل القارئ من خلال المقدمة إلى أنه الماركت سينسينج هو شيء مهم، استشعار السوق هو شيء مهم بالنسبة للشركات، تمام، وتعتبر من التكنولوجيا المستخدمة حديثا في عالم الأعمال. هذا إيش بعطي؟ بعطي انطباع أنه أنا بحاول أبين الأهمية من البحث اللي أنا بقدمه، تمام؟ وهذا طبعا بشجع القارئ، بشجع المحكم، بشجع المحرر أنه يكمل الـ هذا البحث، بعطيه موتيفيشن أكثر، تمام؟ بعد ذلك باجي بحكي والله في المقدمة لازم يكون في عندي أهم الدراسات اللي تناولت هذا الموضوع، ممكن أعمل ديسكفرينج لأهم الدراسات اللي تناولت هذا الموضوع. يعني هون في عندي مثلا على سبيل المثال: In previous studies, innovation has been reported, تمام، to occur as a result of the ability to sense the market, فلان الفلان. Innovation also appears through entrepreneurial orientation. SMEs have been reported to respond more rapidly and the flexibility to intelligence gleaned from the market because making of decision in market, in SMEs in non-particular. تمام؟ فإذا هنا إيش أنا بحاول؟ بحاول أغطي شو قال الآخرين عن هذا الموضوع. هنا فلان مثلا، أرديان مثلا 2016 كان بتحدث عن الانوفيشن، عن عملية الابتكار. فلان مثلا تحدث عن الانوفيشنز، تمام، وعلاقته بالتوجه الريادي. فبالتالي أنا بحاول أغطي ديسكفر للموضوع من خلال الدراسات السابقة اللي بخدم المقدمة تبعتي، اللي بخدم موضوع البحث اللي أنا بقوم فيه. فبالتالي بحاول أعمل ديسكفرينج للي جاء في الباحثين الآخرين. طيب، وآخر شيء بدي أحاول في المقدمة دائما أني أبين أهمية أو الشيء اللي أنا بقدمه مهم من خلال هذه الدراسة في المقدمة. مثلا على سبيل المثال أنا كتبت هون مثلا في هذه المقدمة: This study as a result investigates, تمام، interrelationship and impact of SMEs, market sensing capabilities, knowledge creation process and strategic orientation. تمام، في عملية اللي هو البرودكت اند انوفيشن، بمعنى انه انا بحاول من خلال او هذه الدراسة جاءت بشيء جديد اللي هو معرفة العلاقة ما بين الماركت سينسينج كابابيليتي، قدرة على استشعار السوق، وصناعة المعرفة، وايضا الاستراتيجيك اورينتيشن واللي هو التوجه الاستراتيجي في عملية صناعة والابداع، في عملية صناعة المنتجات والخدمات في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا شيء، هذا اللينك الانتر ريليشن شيب، هذه الكلمة تصف انه هذا الانتر ريليشن شيب مش موجود في الدراسات السابقة، وهذا الشيء الادفانس اللي انا بحاول اقدمه من خلال هذا البحث. هذا من الامور اللي احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار عند كتابة المقدمة. كتلخيص سريع، شو الشيء اللي انا بحاول دراسته؟ ببلش من المشكلة العامة، بعدين ببلش اخصص بالمشكلة، بعد ذلك باجي ببين أهمية، تمام، دراسة هذا الموضوع، وبعد ذلك ببين بعمل ديسكفرينج للدراسات اللي تناولت جزء من هذا الموضوع، زي اللي تحدثنا قبل قليل، عرفنا مثلا فلان تحدث انه الانوفيشن الابتكار جزء مهم جدا في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بخدم بحثي. وهذا يعني بعطي انطباع انه لازم نعمل انفستيجيشن، لازم نعمل عملية ايش، تحقق
من اللي هو وجود عملية الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ديسكفرينج للدراسات السابقة. ولازم كمان أنه يكون في عندي كمان اللي هو شو الشيء الجديد اللي بتقدمه هذه الدراسة. This study as a result investigates interrelationship. هذه الدراسة بتبين لي العلاقة بين المتغيرات اللي غير ما درس هذه العلاقة بين هذه المتغيرات. شو هي المتغيرات؟ القدرة على استشعار السوق، صناعة المعرفة، واللي خرجت بالنهاية بأثرها على عملية الإبداع والابتكار في العمليات والمنتجات داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا كله من العناصر اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار في المقدمة. المقدمة ليست تعبير إنشائي، وإحنا جايين هنا نستعرض لغتنا بالمقدمة، لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، إحنا جايين لعناصر محددة لازم نلتزم فيها. أنا كثير بقرأ مقدمات للحظة، يعني بعتبر أنه الشخص هذا ممكن تكون مقدمة كتاب، ولكن لا يمكن أن تكون مقدمة بحث. المقدمة ليست تعبيرا إنشائيا، وإنما هي إلها غرض مهم جدا وبوابة ثانية للبحث حقيقة. فلازم نهتم في هذا الجانب ونبين المشكلة العامة ثم الخاصة، ونبين أهمية الدراسات السابقة، ونبين كمان وين الجاب اللي موجود في الدراسات السابقة كمان. بعد ذلك نصل إلى أهمية الدراسة الحالية اللي أنت كقارئ حاليا عم تقرأ هذه الدراسة. طيب الآن نيجي للجزء المهم جدا حقيقة في الورقة البحثية، من العناصر المهمة جدا اللي هي الميثودز والماتيريالز للتخصصات العلمية. أغلبكم يمكن في التخصصات العلمية بيستخدموا بعض الماتيريالز، بعض الأدوات، بعض المواد. فالميثودز بالنسبة لنا كتخصصات إنسانية بنستخدم كلمة ميثودز أكثر، ماتيريالز ممكن تكون مستخدمة أكثر في التخصصات العلمية. طيب على أي حال في هذا الجزء في أشياء مشتركة يجب أن تكون موجودة في هذا الجزء. طبعا أول شيء لازم نصف الخصائص للميثودز اللي إحنا بنستخدم. مثلا أنا والله بستخدم في البحث تبعي النمذجة البنائية، وهذه النمذجة البنائية تتسم بالخصائص التالية: في بيان العلاقة بين المتغيرات، خصوصا إذا كان في عنا متغيرات وسيطة أو متغيرات معدلة، وبالتالي لذلك إحنا بنستخدم اللي هو الستركتشر إكويجن موديل، النمذجة البنائية. فببين في هذا الجانب بعض التفاصيل الخاصة بالميثودولوجي أو بالميثودز اللي أنا استخدمتها في الوصول إلى النتائج من خلال هذا البحث. طيب أيضا بستخدم اللي هو خلينا نحكي الطرق اللي أنا استخدمتها أيضا في الوصول تمام للنتائج لنتائج هذه الورقة البحثية. شو الأشياء اللي أنا استخدمتها؟ استخدمت والله تحليل النمذجة البنائية، استخدمت والله التحليل الإحصائي برنامج الـ SPSS، استخدمت أسلوب المقابلة واستعنت بكذا وكذا وكذا. فبالتالي يجب أن نصف من خلال المنهجية جميع الطرق اللي خلتنا نوصل بالنهاية إلى نتائج البحث، سواء نوع العينة المستخدمة، خصائصها، حجم العينة، طرق التحليل اللي تم استخدامها، أداة الدراسة اللي تم استخدامها. هذه كلها تعتبر methods، هذه كلها تعتبر طرق بالنهاية، من اسمها methods طرق. بالنهاية هذه الطرق إيش مالها؟ بتوصلنا إلى النتائج. ففي هذا الجزء يجب أن يتم وصف لأهم الطرق اللي تم استخدامها للوصول إلى هذه النتائج، ونصفها بشكل دقيق جدا. يعني لازم يكون وصفي دقيق. أداة دراسة استخدمتها نضعها في جزء methods، نوع عينة معينة استخدمته، حجم عينة معينة استخدمته، خلينا نحكي طريقة تحليل معينة، أداة معينة استخدمتها. هذا كله يجب أن يكون في جزء خلينا نحكي الميثودز، لأنه بالنهاية المحكم للورقة البحثية لما بيجي يحكم النتائج بده يعرف إنه هل هذه النتائج صحيحة. كيف بده يعرف إنه صحيحة؟ بناء على الميثودز اللي استخدمها الباحث في بحثه. يعني مش من المعقول إني أحلل علاقة متغيرين في متغير وسيط معاهم اثنين بالنص وأجي أحكي والله استخدمت فقط برنامج الـ SPSS. مستحيل. بهذه الحالة مشكوك في النتائج، معناته أنت جايب نتائج من بحث آخر مش مستخدم عملية التحليل بشكل صحيح. أما لو أنت واصف في الميثودز أنك مستخدم النمذجة البنائية والستركتشر إكواجن موديل تمام، بهذه الحالة بعرف أنه تحليلك صحيح، وبالتالي نتائجك ستكون بنهاية المطاف صحيح. عشان هيك جزء الميثودولوجي أو الميثودز
المستخدمة في البحث مهمة بالنسبة للمحكمين، مهمة بالنسبة للقراء، لأنه بالنهاية القارئ هو باحث، يمكن بده يقوم ببحث، بده يوسع في هذا البحث، بده يشوف شو الميثودز اللي أنت استخدمتها، ممكن يطور على هذه الميثودز ويخرج بنتائج أكثر دقة ونتائج جديدة. فبالتالي هي مهمة، لأنه هي أنا بعتبرها قلب البحث، هي الأساس في هذا البحث لحل المشكلة. فبالتالي لازم نهتم في تفصيل النتائج، عفوا الميثود. طيب الآن في بعض النصائح فيما يخص جزء الميثودز، دائما يجب أن يكون واضح، تمام، كيف أنت جمعت البيانات، ما هي العينة اللي أنت استخدمتها، شو نوع العينة اللي استخدمتها، حجم العينة إلى آخره، كيف جمعت البيانات إلى آخره، هذه لازم تكون في جزء الميثودز. كمان لازم تكون عندك الستدي سيستم، شو يعني طريقة اللي هو الوصول إلى هذه النتائج. أنا والله استخدمت طريقة مثلا سامبل مثلا راندوم، مثلا سامبل على سبيل المثال، هذه الطريقة اللي أنا استخدمتها، بعد ذلك صممت أداة الدراسة بناء على المتغيرات التالية 1 2 3 4 5، واستخدمت فيها ليكرت سكيل، واستخدمت فيها الأسئلة التالية المعتمدة على المرجع الفلاني، وبعد ذلك قمت بتحليل هذه جمع البيانات مثلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد ذلك قمت بتحليل هذه البيانات ثم خرجت بالنتائج الأخيرة. هذا بنسميه الستدي سيستم اللي انت مشيت فيه، الميثودولوجي فيه، وهذا لازم يكون موضح في جزئية اللي هو الميثودز. طيب خلينا نحكي إذا كان في محددات في استخدام الميثودز، ممكن نذكرها. مثلا أنا استخدمت هذه الطريقة، ولكن ممكن مع استخدام تحدد معي مثلا حجم العينة بحجم مثلا كبير جدا، ممكن لو درسنا حجم أقل يعطي نفس النتائج. أذكر هذه المحددات في جزء اللي هو الميثودز. طيب خلينا نأخذ مثال مثلا على الميثودز. هون أنا تكلمت مثلا على سبيل المثال في هذا المثال، The developed questionnaire was back translated to Arabic. تمام، قمت بعملية اللي هو ترجمة الكويشنير، لأنه العينة تبعتي كانت تتحدث باللغة العربية، الأسئلة تبعتي باللغة الإنجليزية، وبالتالي ممكن في بعض الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يستطيعوا الإجابة على هذه الأسئلة باللغة الإنجليزية بشكل دقيق. فبالتالي أنا هون وضحت بعض المحددات. إيش حكيت؟ حكيت إنه the questionnaire was back translated to Arabic، وهذا محدد، إنه أنا حاولت إني أترجم للغة العربية حتى إيش، خلينا نحكي تكون واضحة كمحدد في عملية الميثودولوجي. تمام، about 98% of all firms in Jordan are SMEs. طبعا 98% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الأردن هي تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة، ما فيش يعني شركات كبيرة جدا، ال 2% هي التي تشكل شركات الكبيرة. Based on the information obtained from the ministry، في عنا 1400 registered SMEs، هناك أكثر من 1400 شركة مسجلة كشركات صغيرة ومتوسطة في الأردن. ليش طب بذكرها في جزء الميثودولوجي؟ حتى أبين حجم المجتمع اللي موجود عندي. تمام؟ طيب حطيت المرجع اللي أنا حصلت عليه. Simple Random Sampling، SRS اللي هو Simple Random Sampling اللي هو الحصول على العينات، خلينا نحكي العشوائية البسيطة، نوع العينة اللي أنا استخدمتها. بعد ذلك عرفت شو يعني ليش أنا استخدمت SRS في هاي الميثودولوجي. طيب ليش؟ طيب لأنه because everyone has equal chance of being selected and each individual can be sampled، لأنه كل شخص موجود داخل هذه الشركات هو إيش؟ له نفس أو فرص متساوية بأن يكون جزء من عينة هذه الدراسة، وبالتالي أنا استخدمت simple random sampling. تمام؟ فوضحت أيضاً اللي هو simple sampling اللي أنا استخدمته، نوع العينة المستخدمة، وضحت كمان حجم العينة 225 SMEs، 225 شركة صغيرة ومتوسطة هي حجم العينة اللي أنا استخدمتها في هذه الدراسة. تمام، بعدين the author sampled اللي هو 300 شركة. تمام، وكل الشركات هاي تم تحليلها، اللي خرجنا فيه بالنهاية صالح للتحليل اللي هو 225 شركة صغيرة ومتوسطة. هذا كله وضح
في جزء الميثودولوجي. بعد ذلك جيت حكيت كيفية قياس الأثر للمتغيرات في هذه الدراسة، وتكلمت إنه أنا راح أخذ هاي المتغيرات وبدي أدرس العلاقة بيناتها اللي هي الماركت سنسينج كابابيليتي، وراح أخذ السكيل الخاص بالنوليدج كرييشن بروسيس اللي هي الأسئلة المتعلقة بهذا المتغير، والاستراتيجيك انتربرينوريال اورينتيشن التوجه الريادي الاستراتيجي أيضا. وحطيت كمان إنه من خلال هذه الأسئلة في بناء أداة الدراسة اللي هي الكويشنير أو الاستبانة was captured using 9-5 point Likert time، استخدمت اللي هو Likert scale تمام. وبعد ذلك وضحت إنه أخذت الأسئلة من فلان وفلان وفلان الخاصة بهذه الدراسة وهذه الأداة تمام. وطبعا وضعت السكيل الأخير اللي هو للبرودكت اند بروسيس انوفيشن وعملية الإبداع والابتكار في العمليات والمنتجات. وضحت كم عدد الايتمز او الأسئلة اللي تم استخدامها في هذا لدراسة هذا السكيل او لدراسة هذا المتغير. هذا كله في جزء الميثودولوجي، وضحت بالتفصيل كيف عملية اللي هو دراسة الأثر اللي بين هذه المتغيرات والانتر ريليشن شيب بين هذه المتغيرات. طيب هذا طبعا اهم جزء ممكن احنا ناخده في الميثودز، واخر جزء ما قبل الاخير او ما قبل الاخير اللي هو الريزلتس والديسكشنز النتائج والمناقشه. وعاده نستخدم في النتائج انه نستخدم صور، نستخدم فيجرز، نستخدم تيبلز جداول، هذا كله ممكن يخدم اللي هو عرض النتائج الخاصه فيه بطريقه منطقيه تمام. ودائماً بنعرض النتائج المهمة، الأشياء اللي لازم تعرض بناءً على المنهجية المستخدمة. طبعاً في إنا مثال خاص، على سبيل المثال هنا بحكي والله في تابل 3 في الجدول رقم 3 present لازم أعلق على هذه النتائج self value of measurement model which were all above third holds اللي هو 0.5 تمام. طبعا هنا انا بحاول اني اعلق على الجدول في الاسفل، هنا وضعت الجدول رقم للجدول وعنوان الجدول، ثم وضعت الوصف الخاص بهذا الجدول، بحاول ابين او اشرح البيانات الموجوده في هذا الجدول تمام. هذا طبعا لازم يكون في جزء النتائج. ممكن استخدم صور او رسوم بيانيه معينه، زي مثلا استخدمت هذه الصوره في بيان العلاقه الانتر اكشن افكت بين المعدل المتغير المعدل والمتغير التابع والمستقل، كيف انه وضحت كيف ممكن يكون في عندي الهاي انتر اكشن واللو انتر اكشن بين المتغيرين الموجودة عندي. فبالتالي وعلقت على هذه الصورة وهاي الفيجرز بانه حكيت والله الريليشن شيب بتوين نوليدج كرييشن اند بروسيس اند برودكت انوفيشنز از اللي هو البيتا كان عندي كذا كذا اقل من كذا، زي ما هو موضح التيبل رقم كذا والصورة رقم كذا تمام. وهذا يؤدي بالنهاية إلى رفض مثلا الفرضية الخامسة على سبيل المثال تمام. هذا كله يجب أن يكون في جزء اللي هو النتائج والمناقشة لهذه النتائج، مش مجرد أني أضع صور أضع جداول وخلص أنتهي أحكي والله هاي النتائج. يجب أن أعلق على هذه النتائج وأناقشها مناقشة سليمة حتى أوصل إنه لرفض أو لقبول الفرضيات اللي أنا وضعتها في الورقة البحثية. والجزء الأخير اللي هو الكونكلوجنز الخاتمة أو الاستنتاجات، وعادة بيكون فيها اللي هو الكي بوينتس تمام. أهم النقاط اللي لازم أذكرها في النتيجة الاستنتاجات، وعادة بتكون هي عبارة عن توصيات حقيقة، يعني بيكون في بعض التوصيات الخاصة للباحثين وبعض التوصيات الخاصة للشركات، مثلا على سبيل المثال زي هذه الدراسة تناولت بعض الشركات وبتناول فيها بعض الكونكلوجنز بأنه هناك أثر مثلا لريادة الأعمال، هناك أثر مثلا لاستشعار السوق، وهذا يعني بأنه يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تهتم بقضية استشعار السوق، وبالتالي هذا سيساهم في عملية ابتكار منتجات جديدة في السوق تمام، من خلال جمع البيانات عن الحاجات والرغبات للمستخدمين أو للمستهلكين، وبالتالي معرفة المنتجات التي يحتاجونها مستقبلاً، وهذا سيساهم في زيادة العائدات بالنسبة لهذه الشركات. هذا كله conclusions، هذه كلها استنتاجات وهي انعكاس للنتائج اللي وصلها الباحث في بحثه.
وتذكروا دائما بانه don't repeat your ideas in the exact same way. تمام، لا تحاول تكرار نفس الافكار اللي انت وضعتها في عمليه مناقشه النتائج. حاول دائما يعني تو خلينا نحكي استعراض النقاط الاساسيه في جزء الكونكلوجنز، اهم النقاط اللي تناولها البحث واهم الاستنتاجات التي تريد اظهارها للقراء وللباحثين الاخرين، حتى يقوموا ايضا بتفادي بعض الامور او حتى ليقوموا للسير بنفس المنهج اللي وصلت له من خلال هذا البحث. طبعا هذا مثال على الكونكلوجنز، وهنا انا بتكلم انه كيف انه النولج فورميشن، صياغه المعرفه والنموذج الخاص بصياغه المعرفه مهم جدا، وبالتالي الماركتنج كونسلتنتس اند اللي هم الرياديين لازم ياخذوا في بالهم الشير ماركت نولج اللي هو المعلومات عن مشاركة المعلومات في السوق ومعرفة حاجات ورغبات الزبائن، وهذه من الاستنتاجات التي وصلت لها من خلال النتيجة الفلانية. تمام، بالإضافة لأنه كمان business owners and managers can be strongly increase their capability. تمام، لأنهم اللي هم أصحاب المشاريع والمدراء لازم يأخذوا بعين الاعتبار قدرتهم على اللي هو عملية الاهتمام بالابتكار أكثر داخل الشركاتهم، لأنه هذا سيساعد في زيادة الدخل. وهذا ما استنتجته من خلال الفرضية supported أو significant hypothesis رقم مثلا 3. تمام، من خلال الفرضية التي تم دعمها بالنتائج في هذا البحث. طيب في النهاية في عندي اللي هو جزء قائمة المصادر والمراجع، طبعا هذا يعتمد على طريقة التوثيق التي تستخدمها المجلة. بعض المجلات تستخدم طريقة شيكاغو، بعض المجلات الـ APA style الجمعية النفسية الأمريكية، في بعض المجلات تستخدم اللي هو طريقة هارفارد ستايل إلى آخره، وهذا يعتمد بشكل كبير. وطبعا في برامج الآن إلكترونية معروفة زي مندلي، زي الـ EndNote، برضو الـ citations الموجود في مايكروسوفت وورد، هذه كلها من الأدوات اللي بتساعدنا في عملية توثيق المصادر والمراجع في البحث، وبالتالي سردها في نهاية البحث في قائمة المصادر المراجع وترتيبها حسب الطريقة اللي احنا مختارينها. هذا كل شيء حقيقة متعلق في هذه الورشة. أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم مما قدم في هذه الورشة، وأتمنى إن شاء الله يعني أن تكون هذه الورشة طريقة للعديد من الباحثين بأن يقوموا بكتابة أوراق بحثية إن شاء الله قابلة للنشر في قواعد بيانات سكوبس. وهذه المحاضرة طبعا مسجلة، والمادة العلمية إن شاء الله متاحة، ستكون عبر الشات على زوم، وأيضا سترسل عبر قناة التليجرام، وستكون إن شاء الله متاحة عبر موقع المنصة، بالإضافة إلى أنه هذا الفيديو لهذه المحاضرة أيضا موجود على صفحة المنصة على الفيسبوك، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وأنا جاهز إن شاء الله لمداخلاتكم ولتساؤلاتكم التي تثري محتوى هذه الورشة. و أعتذر على الإطالة إن أطلت، وأتمنى إن شاء الله الفائدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالمداخلات إن شاء الله، والمداخلة عبر الزوم ممكن من خلال استخدام الريز هاند حتى يتسنى إن شاء الله لنا المداخلات بشكل أفضل بإذن الله تعالى، وترتيبها وتنظيمها بشكل أفضل. الأستاذ حملات بن عاشور، تفضل أستاذنا الكريم. تفضل أستاذنا الكريم. الأستاذ مصطفى نجم، تفضل أستاذنا الكريم. شكرا جزيلا أستاذنا على الطرح الجميل وعلى الشرح المفصل، إنه والاستفادة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله بالأيام القادمة إذا واجهنا أي مشكلة في كتابة البحث العلمي نتواصل معك إن شاء الله، ونحاول قدر الإمكان إنه نتواصل سوية لأجل فائدة الجميع. شكرا جزيلا لك وللحضور إن شاء الله وللاستماع.
وإن شاء الله أفدت في شرحك، وكنت في طرحك جميل إن شاء الله، والفائدة عمت للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذنا الجميل، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذنا الكريم، وتشرف بكم، وأتمنى إن شاء الله الفائدة دائما للجميع. دكتور محمود السيد، تفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لعرض حضرتك المتميز وعرض أكثر من رائع، ولكن كان عندي بعض الاستفسارات كنت أتمنى حضرتك تجيب عليها خلال الدورة، منها مثلا الاتش اندكس من جوجل أو الار جي امباكت فاكتور بتاع ريسيرش جيت، وإيه الفرق بينه وبين الامباكت فاكتور اللي حضرتك شرحته الخاص بسكوبس. الامر الثاني اللي كان عندي استفسار بخصوص الاي اس اس ان اللي هو الانترناشونال ستاندرد سيريال نمبر او رقم الدوريات المعيار الدولي، وايه اهميته بالنسبه لنشر الابحاث. السؤال الثالث، ايه الفرق ما بين ويب اوف ساينس وسكوبس؟ يعني انا اعرف ان الاثنين كويسين جدا والاثنين نشر دولي، لكن ايه الفروق الدقيقه ما بينهم وايهم افضل في النشر؟ هل ويب اوف ساينس ولا اسكوبس؟ وشكرا لحضرتك. جميل جدا، شكرا دكتور محمود، وأسئلة مهمة جدا، إن شاء الله سأجيب عن هذه التساؤلات في نهاية المداخلات لأنه العدد كبير، فإن شاء الله يعني سأحاول الإجابة على جميع التساؤلات مرة واحدة حتى أخذ أكبر قدر من المداخلات. شكرا دكتور محمود. أنتقل للأستاذة منير عبد العزيز، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك ويجزاك خير على الدورة، لكن أنا حابة أحصل على رابط التليجرام ورابط الفيسبوك. الله يسعدك. إن شاء الله، بارك الله فيكم. الآن إن شاء الله يسعدك. نرسلهم لحضراتكم عبر الشات. الله يجزاك خير ويفرجك، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا لكم. الدكتور عبد الكريم، دكتورنا العزيز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وأنتم بألف خير دكتور، بارك الله فيك. تسلم عزيزي، تحياتي لك وشكرا جزيلا لحضرتك ولتميزك في هذا اللقاء ولكل منتسبي منصة إفاد. الحقيقة اشتقنا لمثل هذه اللقاءات. أولا شاكرك على أنك أنت قدمت هذا الموضوع الحيوي، لأنه هو طبعا يهم كل الناس المنتسبين لهذه المنصة، لأن كلنا ننتمو إلى المؤسسات الأكاديمية وهذه تعتبر من الاهتمامات اليومية الدائمة لكل المتخصصين اللي متواجدين معنا في المنصة. حقيقة أنا فاهم أنك أنت اليوم واجهتك مشكلة كبيرة في إدارة الوقت وفي ربط موضوعين هنا في الأساس، يعني شكلا مجال موضوعي مستقل، يعني وبالتالي ممكن كان من الصعب أن الواحد دائما يحط تركيزه في أن النشر العلمي اليوم مرتبط بمتطلبات تلبية قاعدة بيانات كبيرة جدا ومشهورة مثل قاعدة بيانات سكوبس أو غيرها من القواعد، لأن يعني خصوصية لبيانات يعني نسبية لحد ما، ولكن في الحقيقة أن طبيعة النشر العربي يختلف، وللأسف أنه هو طبعا ماشي وفق مدارس قد تغلب عليها، يعني المدارس المصرية والعراقية بشكل أساسي، واليوم أصبحت عندنا الخليجية وبعض الخصوصية في المدرسة الشامية. ولكن يعني أعتقد أن مسألة تلبية المتطلبات النشر الدولي أصبحت تفرض في نفسها علينا، وخاصة النشر في الفضاء الإلكتروني اليوم أصبح واقع، وكل مؤسساتنا بما فيها الوزارات والجامعات الآن أصبحت تعتمد في هذه المعايير للحكم على مدى جودة النشر العلمي العربي ومدى إسهامها في هذه المنصات. بداية يعني حبيت نعلق فقط يعني على المقصود بكلمة الفهرسة، يعني دائما ما تمر هذه الكلمة وما أحيانا ترد في اللغة الإنجليزية
اندكسنج يعني، وفيها في كثير من الناس يعني قد لا يعني يكون هذا المفهوم واضح بالنسبة لهم، ما المقصود به وش يتضمن من عمليات. ولما نختاروا مثل هذه المنصات باش نحن ننشر فيهن، كيف يأثر هذا الموضوع على مسألة الإتاحة والوصول؟ وبالتالي لابد ان نحن نفكر جديا في ما فهم هذه المتطلبات التقنيه لإتاحه المحتوى الموضوعي المنشور اذا ما اردنا الاسهام في النشر العالمي. طبعا بالتاكيد ان اللغه العربيه لها خصوصيتها ولها تاثيرها للاسف السلبي والمباشر على عمليات الاسترجاع وعلى عمليات الإتاحة وفعالية التطبيقات المستخدمة في النشر وكذلك في التحليل والاسترجاع. هذه أشياء طبعا نحن فاهمينها بشكل يعني قد يلبي متطلبات المتخصصين، ولكن هي في الحقيقة اليوم أصبحت جزء من متطلبات معرفة كل أكاديمي يحاول أن يندمج في بيئة النشر العالمية. طبعا الفوارق الأساسية اللي حضرتك أشرت لها بين الأوبن أكسس جورنالز وطبيعة اللايسنس اللي فيها على الأقل ست تراخيص أساسية لابد أن احنا نفهمها، يعني كلها يعني مشتقة يعني من بعضها إلى حد ما، ثلاثة أساسيات وبعدين نشتقوا منها الثانيات، لكن مهم أن احنا نفهمها لأنها هي طبعا تواجهنا مشكلة أدق وأعمق، وهي مشكلة إدارة حقوق الملكية الفكرية وكيفية توظيف هذه الأعمال في أعمالنا كي تلبي متطلبات القبول والنشر في هذه المنصات. طبعاً حضرتك أشرت يعني فعلاً أنه هو الفري أكسس للجورنالز أو حتى البيد، يعني أكيد أنها هي تفرق طبعاً في مسألة الوصول، ولكن بالتأكيد أن المنصات أو المجلات اللي نصنفوها بأنها هي كواليتي، يعني دائماً تحاول أنها هي تكون عندها يعني very limited access to the community يعني، فهذه طبعا مسألة متناقضة شوية لأنها هي ما تفتحش الباب للمشاركات الواسعة، ولكن أيضا فيها النخبة وأحيانا حتى نخبة النخبة يعني، وبالتالي الوصول لها دائما مقيد ويمر عبر حلقات، حتى لو ما قيدوش لكن يمر عبر حلقات صعبة جدا أن نحن نلبوها. طبعا حضرتك أشرت للاستخلاص وأهمية صياغة الكلمات المفتاحية، هي مسائل أساسية في الكتابة والنشر العلمي لأنها هي فعلا تعطي مساحة أكبر للوصول إلى المحتوى وتمثيل الأفكار الرئيسية اللي في الموضوع، وبالتالي تسهل عملية الوصول والاسترجاع. أنا أشكرك جدا على هذه الفرصة وأشكر كل الحاضرين، استمتعنا بوقتنا معك وكرر تهنئي وشكري الجزيل لكم جميعا، وشكري الخاص لك دكتور عبد الله، وبارك الله فيكم جميعا. شكرا جزيلا دكتور عبد الكريم، وانا اتفق معكم حقيقه يعني هناك بعض الامور الهامه، ولكن احنا نحتاج يمكن دكتورنا العزيز الى بعض الامور المتعلقه بمعرفه الاساس. خلينا نحكي نبدا من الاساس في عمليه النشر، وانا حقيقه يعني من خلال الدورات اللي أعطيتها سابقاً، من خلال يمكن كان في دبلوم قبل شهر أعتقد في مختص في سكوبس، كان هناك فعلاً يعني من خلال البحث والحصول على المادة العلمية بما يتعلق بسكوبس هناك بعض الخفايا في هذه القاعدة، في قاعدة بيانات سكوبس، وجزء لا يعني لا أخفيكم حقيقة أن هناك جزء كبير جداً يتعلق بجوانب غير علمية للأسف، في سواء في سكوبس أو في بعض المجلات التي صنفت في سكوبس، فهو موضوع يعني حقيقة شائك كثيرا، ولكن أنا يعني حاولت من خلال هذه الورشة التدريبية هو التسليط على الجوانب الفنية من خلال استعراض للسكوبس، ما هي سكوبس ولا آخره، حتى وصلنا إلى يعني جمع طريقة كتابة الورقة البحثية، لأنه أنا بنظري أنها ليست إشكالية كبيرة جدا عملية صياغة الورقة البحثية إذا حددت العناصر بشكل دقيق، وزي ما يعني بدأت بالشرح في موضوع الأوراق البحثية يعني الريسيرش أرتيكل يعتبر الجزء البسيط في البحث، وهو الشيء اللي مش مفروض يأخذ منه أوقات طويلة جدا في إعداده إلا إذا كان هناك معدات خاصة وبعض التحاليل غير موجودة وبعض المراجع غير متوفرة، هنا أمر آخر. ولكن اللي أردت يعني الوصول إليه من خلال هذه الورشة التدريبية
وتسهيل مفعول عن مفهوم عملية النشر في مجلات سكوبس، وأنه الأمر مش مستحيل، شيء بسيط جدا في متناول يد جميع الباحثين، ولكن يحتاج إلى عناصر للورقة البحثية بشكل مرتب ومنظم ومعروفة ومحددة تساهم في عملية تقييم البحث بشكل صحيح، وبالتالي ومن ثم قبوله للنشر في تلك المجلات. أشكرك دكتور عبد الكريم، وأشكر إضافتكم القيمة وكل ما تحدثت به، يعني حقيقة مهم بالنسبة لنا، وإن شاء الله يعني يكون هناك محاضرات متقدمة أدفانس يعني في هذا الموضوع حتى نتناول جميع ما يخص عملية النشر خصوصا في قواعد البيانات مثل سكوبس وغيرها. سأعود إن شاء الله الدكتور محمود إلى تساؤلاتك، ولكن عقبت للدكتور عبد الكريم لأنه هو عبارة عن تعقيب، فبالتالي حتى لا تضيع المعلومات بشكل، إذا تكرمت يعني حتى نتيح المجال للمداخلات. الأستاذ علي، تفضل أستاذنا الكريم. أستاذ علي، تفضل أستاذ علي، الصوت منخفض قليلا، تفضل. لدي سؤال أستاذ علي، هل تسمعي؟ نعم، الصوت الآن واضح، تفضل. شكرا أستاذ علي. للأسف أستاذ علي الصوت يبدو متقطع. الآن؟ نعم الآن أوضح. شكرا أستاذ على هذه المحاضرة. سؤالي هو، أنا بالنسبة للسنة الأولى من الدكتوراه، ولكن لازلت أتخربط حول هل أكتب في مقال بحثي أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي. جميل جدا، لازلت حائر بين الاختيار بين هاته الثلاث. تقصد لرسالة الدكتوراه دكتور أستاذنا الكريم؟ رسالة الدكتوراه بالنسبة للأرتيكل. نعم، رسالة الدكتوراه هي مشروع بحثي، هي مشروع بحث، فبالتالي يجب أن تضم عناصر، جميع عناصر البحث العلمي، تختلف عن الريسيرش أرتيكل. فأنا يعني أنصح في هذه السنوات، أو خلينا نحكي في الدكتوراه، أكيد دائما إحنا بنقدم شيء جديد من خلال مشروع بحث متكامل العناصر في البحث العلمي، يتناول جزئيات كثيرة جدا. إذا كان مطلوب عملية النشر بعد ذلك، يجب أن تكون لديك مهارة النشر، وهنا بنتكلم عن ريسيرش أرتيكل، نتكلم عن اللي هي الأوراق البحثية. شكرا. ولكن يعني هذه مرحلة، خلينا نتكلم ما بعد اللي هو، أو خلال عملية اللي هو، يعني ممكن من مشروعك البحثي في الدكتوراه من خلال الأطروحة الخروج بريسيرش أرتيكل، بمجموعة من الأوراق البحثية القابلة للنشر، وإن شاء الله يعني خيرا بإذن الله تعالى، وتتسهل إن شاء الله الأمور معك في خلال مسيرتكم الدراسية، وكل التوفيق بإذن الله تعالى. الدكتورة سامية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولاً بشكر حضرتك على المحاضرة القيمة أستاذنا الفاضل، بس للأسف أنا ما قدرتش أن أنا يعني أحضر الجزء الأول الخاص بالمنصة سكوبس، وللأسف أنا ما عنديش حساب على الفيسبوك، فيعني مش عارفة أحصل على التسجيل بتاع المحاضرة عشان الاستفادة منه وكده إزاي. دي أول جزئية. الجزئية الثانية، أنا كنت بستأذن حضرتك لو ممكن بس إعادة تلخيص للأجزاء بتاعة المقدمة، يعني إيه الأجزاء المهمة. حضرتك لخصت مقدمة البحث في نقاط كده، فيعني استأذن حضرتك لو ممكن مراجعتها مرة أخرى، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا
دكتورتنا الكريمة، أنا إن شاء الله يعني سأزودكم الآن برابط للدخول إلى المحاضرة مسجلة فيما يخص الجزء الأول في هذه المحاضرة، ممكن العودة إليها بشكل يعني سريع وبسيط إن شاء الله فيما يخص اللي هو منصة أو قاعدة بيانات عفوا سكوبس. فبالتالي إن شاء الله الآن أرسل لحضرتك، وإذا كان في مجال إن شاء الله يعني في متسع في نهاية هذه المحاضرة سأحاول إعادة تلخيص ما تم الحديث عنه في بداية هذه المحاضرة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتورة سامية. الدكتورة العيفة تفضلي. دكتورة خطوي العيفة. مساء النور. مساء الأنوار، أهلا وسهلا دكتورة، تفضل. أهلا بك دكتور، يعني فقط أنا مداخلتي حبيت أقدم لك شكرا، شكرا جزيلا على كل ما قدمته من معلومات كانت قيمة، وفعلا نحن كباحثين بحاجة ماسة لمعرفة هذه النقاط المهمة، والتي فعلا يعني وجدنا أنفسنا يعني نجهل بعض الأشياء وبعض الأشياء في منهجيات كتابة البحث. عن طريق ما ذكرت يعني استفدنا كثيرا، بارك الله فيك وشكرا، شكرا جزيلا دكتور، ومزيدا من هذه الورشات التدريبية إن شاء الله. بارك الله فيكم وزادكم الله من علمه، شكرا جزيلا دكتور، ونشكر كذلك منصة إفاد على هذه الورشة القيمة جدا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم دكتورة، وأتشرف بكم دائما، وإن شاء الله يعني نقدم دائما ما يفيدكم، وبإذن الله تعالى يعني سيكون هناك سلسلة من المحاضرات المتعلقة بهذا الجانب حتى نصل إن شاء الله لنشر البحوث في قواعد بيانات مصنفة عالميا تساعدنا إن شاء الله في الظهور الأكبر بنتاجاتنا العلمية وفي تخصصاتنا إن شاء الله المختلفة. بارك الله فيكم دكتورة، وتشرف بكم دائما. الأستاذة فرح تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور للورشة التدريبية القيمة اللي تسرينا دائما بالمهارات والمعلومات المهمة في كيفية كتابة المقالات البحثية. دكتور سؤالي حول أيهما أفضل لنشر المقال البحثي، في قاعدة سكوباس لو الويب أوف ساينس، وهل هناك فرق كبير بين القاعدتين؟ ولكم جزيل الشكر دكتور عبد الله ولكل القائمين على هذه المنصة. شكرا جزيلا أستاذ فرح، وسؤال قيم جدا. أنا إن شاء الله سأجيب على هذا السؤال، يمكن دكتور محمود سأله ولكن سأجيب عنه بعد قليل بإذن الله تعالى، فيما يخص الويب أوف ساينس كلاريفيت وسكوبس بإذن الله. أستاذ سمير تفضل. أستاذنا الكريم. السلام عليكم دكتورنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بجهودكم الجهيد وسعيكم الحميد. بارك الله فيكم جميعا. دكتور بس حبيت أنوه أنه ممكن عمل ندوات متتالية لحدث الساعة اللي هو موضوع تلسكوب جيمس ويب وإعادة قراءة النظريات بشكل جديد عبر منصتكم، وكيف يمكننا من خلال البحث العلمي أن نزيد من قيمة الحياة والتصور ومواكبة التطورات النظرية مثل النظرية الجوبيتير السابقة. ونكون شاكرين فضلكم إذا نقدر نشارك بهذا الحدث، وأرجو لكم إن شاء الله التوفيق جميعا. شكرا جزيلا دكتورنا العزيز، وإن شاء الله سنحاول قدر الإمكان، أنا وضعت ملاحظة بإذن الله أن يكون هناك ندوات حول ما تفضلت به، وأتمنى دكتور سمير أيضا التواصل معنا عبر صفحة المنصة على الفيسبوك حتى نقوم إن شاء الله يعني بأخذ تفاصيل ما تفضلت به، وإذن الله سنكون يعني نتشرف بإقامة مثل هذه الندوات، وسأرسل لحضرتك الآن وسائل التواصل مع المنصة، وإن شاء الله أنا سجلتها ملاحظة حتى يتم إن شاء الله يعني أخذها بعين الاعتبار وتنفيذها بإذن الله تعالى.
الدكتور علاء، تفضل دكتورنا العزيز. دكتور علاء، طيب انتقل لفضل دكتور علاء، تفضل. الله جزيلا. صوت متقطع دكتورنا العزيز. دكتور علاء الصوت متقطع، لعلي أعود لكم بعد قليل إن شاء الله إذا تكرمت، لأنه الصوت متقطع جدا. الأستاذ خالد خلف، تفضل أستاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد خلف توفيق أبو غانم، باحث دكتوراه جامعة المنوفية مصر. تحياتي لمنصة إفاد ولجميع الإخوة الحاضرين النهاردة، وكل سنة وأنتم طيبين. أشكر الدكتور عبد الله على الجزئية الأولى، وهي توضيح أن سكوبس ليست دار نشر أو مكان للنشر، ولكن يعتبر يعني زي محرك بحث أو قاعدة بيانات لجميع المجلات، ولها شروط خاصة. ده اللي فهمته أنا من المحاضرة، ولها شروط خاصة في النشر لتلك المجلات. ده اللي فهمته. وكان لينا زميلة كانت اجتازت من دولة ليبيا، اجتازت الدكتوراه أو أخذت الدكتوراه من جامعة اسكندرية، فكانت قد قامت بنشر بعض الأبحاث قبل الحصول على درجة الدكتوراه، أو ما يسمونه بالبحوث المتميزة، وقد نشرت الأبحاث ذلك على جوجل ريسيرش أو الباحث العلمي جوجل. فهل الباحث العلمي أو جوجل الباحث العلمي هل يعد قاعدة بيانات مثلها مثل سكوبس؟ ده شيء. والشيء الثاني نصحونا به أساتذتنا هي محاولة النشر، وقلت ذلك في مداخلات سابقة مع الدكتور عبد الله، محاولة النشر. وزي ما قال الدكتور خالد الحسيني، مش معنى إن البحث بتاعك اترفض أو رفضت المجلة يبقى البحث بتاعك سيء. لا، انت حاول تطور في البحث، وحاول ترتقي ببحثك، وخد القواعد، او زي ما شرح الدكتور عبد الله، خد القواعد الاساسيه وامشي عليها. قواعد المجله دي منهجيه، من كتابه المفاتيح، من استخدام سكيلز ليكارد في قائمه الاستقصاء. وطبعا احنا علمونا برضو في جامعات جنوب الوادي او الصعيد مصر، في ان في فرق بين انك انت تكتب النتائج التحليل الاحصائي وتعلق على النتائج، ثم بعد ذلك توصل للاستنتاجات والدلالات
والنتائج نتائج التحليل الاحصائي دي ادت لايه من دلالات الدراسه او دلالات البحث الذي قمت به واستنتجت ذلك البحث، وممكن ان تلحق به دليلا ارشاديا يساعد المجال التطبيق على الاستفادة من ذلك البحث. وشكرا وآسف على الإطالة، وكل سنة وأنتم طيبين جميع الحاضرين معنا في إفادة النهاردة، وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ خالد على إضافتكم القيمة، وبارك الله فيكم، وتشرف بكم دائما أستاذنا العزيز، وشكرا على هذه الإضافة وهذا الإثراء الجميل. الأستاذ محرز والأستاذة سهيلة، نعم سهيلة محرز، تفضل. الأستاذ حملات بن عاشور، تفضل أستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله في جهودكم على القيام بهذه المحاضرات وعلى القيام على هذه المنصة القيمة الرائدة. في الحقيقة لا يمكن الإضافة على ما تقدم من محاضرة، ولكن لدي طلب أستاذ عبد الله، تفضل. وهو تخصيص الوقت لموضوع كيفية تصنيف المجلات، يعني الإمباكت فاكتور، ولا كيفاش نزيد من الإمباكت فاكتور للمجلات، والسايت سكور، يعني المجلات في 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 كيف تتقدم يعني من تصنيف إلى تصنيف أعلى. مفهوم الطلب أستاذ؟ جميل جدا أستاذنا الكريم، إن شاء الله سأجيب على هذا السؤال في نهاية إن شاء الله المداخلات، حتى أتيح أكبر قدر ممكن من المداخلات. وأشكركم أستاذنا الكريم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال دائما وأبدا بإذن الله. بارك الله فيك. أستاذة عواطف، تفضل أستاذتنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك طيب يا دكتور، وشكرا جدا على المحاضرة القيمة. بس بعد إذن حضرتك عندي سؤال، لو أنا نشر بحث في مجلة محلية ينفع انشره مره تانية في سكوبس ولا ما ينفعش؟ بنفس اللغه. بنفس اللغه. بصراحه اختصارا للاجابه لا، من ناحيه الاخلاقيات البحث العلمي. تمام، انا كنت اتاكد بس. نعم، هو من ناحيه يعني اخلاقيات البحث العلمي، اذا نشر البحث بنفس اللغه في اي مجله سواء محليه او خارجيه، حقيقه يعتبر دوبليكيت اوف ابليكيشن، يعني يعتبر خارج إطار، وممكن المجلة أساساً ترفضه لأنه موجود على المنشور في مجلة. شكراً جداً لحضرتك. شكراً جزيلاً. ممكن بعد إذن حضرتك المحاضرة بتاعت النهاردة حضرتك تنزلها لنا في PDF بعد إذن؟ أنا نزلت بعتها على الشات وراح أرسلها مرة أخرى إن شاء الله، موجود على قناة التليجرام، ولكن سأرسلها إن شاء الله مرة أخرى الآن. شكرا بإذن جدا لحضرتك يا دكتور عبد الله. شكرا جزيلا. الدكتور نبيل ناصر الدين، دكتورنا العزيز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور عبد الله، شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة التي دائما نستفيد من محاضراتكم بشكل خاص ومحاضرة بشكل عام.
حقيقة كانت محاضرة اليوم يعني رائعة جدا، استفدت منها شيء كثير. واختصار الوقت، أنا عندي أيضا بالأخير تساؤل للزملاء الباحثين الذين يقولون أن المسألة فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لا يوجد، هل هناك إمكانية أو هل هناك مجلات مصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس؟ أنا حقيقة أمامي الآن الكمبيوتر، ودخلت على قاعدة بيانات الاس جي ار وبحثت عن هذه النقطة، وجدت يعني حوالي 37 مجلة علمية مصنفة ضمن سكوبس وبتنشر في المسائل المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. من ضمنها على سبيل المثال مجلة دراسات الصادرة من الأردن تحت المسمى العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة تصدر ضمن الربع الثالث صادرة عن الأردن، وهي أيضا مختصة بجميع الدراسات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. هناك أيضا مجلات بتنشر أيضا في سعودية، وفي مجلات بتنشر أيضا في مصر في هذا الجانب. فالمسألة إنه المجلات المصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس وبتنشر أبحاث باللغة العربية وهي صادرة عن الدول العربية يوجد، لا يعني لا ما فيش حاجة اسمها لا يوجد، يوجد مجلات مصنفة. هذا المداخلة. بالنسبة للتساؤل دكتور الله، هو الانتماء إلى قاعدة بيانات سكوبس هل يتطلب ذلك مبالغ مالية معينة من المجلة القاعدة؟ وأيضا السؤال الثاني، ما هي المعايير التي تجعل المجلة العلمية تخرج من تصنيف سكوبس؟ وشكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور نبيل يعني على هذه المداخلة وهذا الإثراء وهذه التساؤلات، حقيقة تساؤلات مهمة جدا، وإن شاء الله سأجيب عنها في نهاية المداخلات جميعها بإذن الله تعالى. وأشكر حضوركم، وهذا شرف لي حقيقة وجودكم جميعا وهذا الإثراء الطيب. أنتقل للأستاذة مروة. تفضل أستاذتنا الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم. مروة أحمد من مصر. شكرا لحضرتك دكتور عبد الله، دايما محاضرات حضرتك مميزة ومفيدة، ونرجو المزيد منها، يعني نرجو ان حضرتك تكمل لنا بعد كده محاضرات في ريسيرش بروجكت والريفيو ارتكل. وشكرا لكل الدكاترة اللي فادونا بنقط جديدة حضرتك هترد عليها وتوسع مداركنا في النقطة دي، لان احنا فعلا محتاجينها. وكل سنة طيبين، وشكرا لمنصة تيفيت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة مروة، تشرفت بحضراتكم، إن شاء الله سيكون هناك محاضرات. بارك الشرف لينا. بارك الله فيكم. فإن شاء الله سيكون هناك محاضرات، يعني سلسلة من المحاضرات بهذا الخصوص. وأنا أحاول يعني حقيقة إن شاء الله قدر الإمكان أن يتم ترتيب أيضا ورشة تدريبية فيما يخص الأنواع الأخرى من أنواع المقالات العلمية وكيفية تناول العناصر الخاصة لتلك المقالات بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. أنتقل الأستاذ خالد. تفضل أستاذنا الكريم. أستاذ خالد، ممكن تفعيل المايك؟ أستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر دكتور كثير على صحبته وجميع المحاضرين المقدمون والمشاركين في هذا في هذا الموضوع الذي هو يثير اهتمام جميع الباحثين، سواء كانوا في مجال علمي أو علوم إنساني أو علوم سيونس اكزاكت. أودنا أن أسأل كذلك إذا كان ممكن إعداد محاضرة وتوضيحات حول هذه المجلات التي مؤدى عنها، يعني التي أدى عنها والتي بعض الأحيان تطلب مبالغ كبيرة من أجل النشر.
وهل هناك مجلات يعني معفاة من الأداء معفية من الأداء كنا هناك منصة تسمى الانتي بلاجيا يعني تبحث عن تكرار في توضيح في المجال ولو في استمرار اليوم أستاذ خالد، بحقيقة كان الصوت قليلا يتقطع، سأحاول إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال في نهاية المداخلات، وأشكر لكم مداخلتكم القيمة. أنتقل لأستاذة هناء، تفضل أستاذتنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم جزيل الشكر دكتور عبد الله على تقديم القيم للمحاضره. بس انا لي سؤال خاص بالنشر في المجله، هل تخصص المجله مهم؟ بمعنى لو المجله عالميه لكنها متنوعه التخصص، هل ذلك يؤثر على تقييم البحث والنشر؟ ولي طلب بعد اذن حضرتك نتحدث عن المجلات في محاضرات قادمه واختيار المجله الافضل للنشر ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أستاذ هناء، سأجيب إن شاء الله على هذا التساؤل في نهاية المداخلات، لذلك أتمنى يعني البقاء حتى إن شاء الله أجيب على هذا التساؤلات. أما بخصوص محاضرات حول اختيار المجلات إن شاء الله يعني سيكون هناك محاضرات في هذا الخصوص. دكتورة عفاف، دكتورتنا الكريمة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير دكتور عبدالله الشنطي، تحياتي للأستاذ الدكتور محمد الشنطي، وبقدم له أحر التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بارك الله فيكم. تسلم دكتور. طبعا أنا بالنسبة لي حابب أن أقدم نقطة مهمة جدا. أنا عفاف جبري، دكتورة إدارة تربوية، نائب رئيس وحدة النشر العلمي في مجلة إفاد العلوم الاجتماعية والإنسانية. وطبعا أنا حابة أكد على نقطة مهمة جدا، مجلة إفاد الصاعدة الآن نحو الأفق إن شاء الله، تستقبل طبعا منا مشاركات من الباحثين العرب في أينما كان، طبعا بحيث أنه يستطيع من تخصصه الدقيق الاستفادة من خدمات المجلة. وطبعا أنا بوضح نقطة أخيرة، هنالك فرص أيضا كثيرة في مؤتمرات سوف تكون يعني لها اهتمامها ضمن منصة إفاد، منها يعني بنظم إفاد مع فريق تعليم اللغة العربية بأكاديمية بيت اللسانية الدولية بالتعاون مع المنصة وجامعة باشن العالمية المفتوحة، مؤتمر دولي افتراضي يعنى بدور البحث العلمي وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية الناطقين بها وبغيرها من 6-9 أغسطس إن شاء الله آب 2022، وهي طبعا فرصة جميلة جدا لهذا الاختصاص. أيضا هنالك مع الشراكة مع جامعة كمار للعلوم والتكنولوجيا السلمانية العراق في تنظيم المؤتمر الثالث، حيكون حضوريا إن شاء الله المؤتمر الدولي الثالث النشر العلمي الدولي التحديات والآفاق من 8-10 سبتمبر 2022، وسوف يكون إن شاء الله محاور المؤتمر حول البحث العلمي باختصاصه الدقيق بلغة البحث بشروط معايير صارمة للنشر إلى آخره من المعلومات والمحاور. طبعا دائما وأبدا يعني عبر منصة إفاد في كل فروع التطبيقات اللي خصنا في مواقع التواصل الاجتماعي عم بنوصل هاي المعلومة أولا بأول، فأي طبعا باحث علمي عنده هذه الاهتمامات الرجاء الدخول لصفحة الفيسبوك والتليجرام والبحث عن الإعلانات الدورية اليومية، وطبعا ننظر إلى نفسه مثلا أين يستطيع أن يقدم من خبرات عبر هذه المؤتمرات. في النهاية وفي الختام حابة أقول بالنسبة للدكتور عبدالله الثابت كان عبر دردشة الزوم بأكد على هل هنالك فرصة لتقديم محاضرات مختلفة في البحث العلمي. طبعا احنا كانت محاضرات وما زالت زاخرة في منصة إفاد عبر باحثين مختلفي التخصصات عبر الفيسبوك، كان تدريب قوي جدا في مسألة الإعطاء لهاي المحاور، واحنا ما زلنا يعني بنتابع هذا الشيء اول باول، والدبلومات التدريبيه اللي طرقتها انت دكتور عبد الله
في خلال العام هذا المنصرم 2021 كانت كلها جلها يتحدث عن نفس محور اليوم. فأنا يعني بقول تابعوا صفحة الفيسبوك الخاصة مصطفى، تابعوا صفحة التليجرام، سوف تجدوا ما يسركم مما يعني يعطي لك فرصة للتقديم. وطبعا حاب أحكي التجربة النهائية بالنسبة للي كان يقدم بمحاور مؤتمرات عبر إفاد وعبر بقية المؤسسات اللي تابعنا معها، كان هنالك يعني خدمة جميلة جدا لتصل للباحث بطريقة رائعة بالأخذ بعين الاعتبار في تحكيم الأبحاث وكيفية الأخذ يعني معه أول بأول بملاحظات مستمرة حال الإيصال لورقة يعني مؤتمر كتير محترم ومؤدي يعني مؤدية فيها جميع المعايير الخاصة بالبحث العلمي. طبعا أنا شاكر لك إنك أعطتني دكتور عبد الله فرصة للتحدث عن هذا الموضوع، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم دكتور عفاف، جزيل الشكر وبارك الله فيك وفي جهودكم دائما يعني الحثيثة لإنجاح أنشطة وحدة النشر العلمي. إن شاء الله يعني يكون للجميع الدور في مشاركة في هذه المؤتمرات اللي حضرتك تفضلت فيها، وأنا أشكرك حقيقة على ما تفضلت به من خلال هذه المداخلة، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. استأذنكم أساتذتنا الكرام، يبدو أن الوقت يعني تأخر ودهمنا، لا أريد الإطالة كثير عليكم، كنت أود أن أخذ جميع المداخلات ولكن يبدو أن الوقت يعني قد دهمنا. سأحاول إن شاء الله الإجابة على التساؤلات اللي تفضل فيها الأساتذة الكرام. كان في هناك سؤال من الدكتور محمود، أعتقد الدكتور محمود تحدث عن الإمباكت فاكتور والفرق بينه وبين الأتش إندكس والإمباكت فاكتور الخاص بالمجلات اللي هو السايت سكور في سكوربس. حقيقة الأتش إندكس هو معامل قياس درجة خلينا نحكي الإنتاجية بالنسبة للباحث نفسه، وعادة الأتش إندكس بيكون موجود في جوجل سكولر الخاص بالباحث، وطبعا له طريقة للحساب وطريقته يعني تحتاج إلى توضيح لعلنا إن شاء الله يعني نأخذ في ورش تدريبية قادمة بإذن الله نتحدث عن طريقة حساب الأتش إندكس سواء في الريسيرش كيت أو حتى في جوجل سكولر، والفرق بينه وبين الإمباكت فاكتور. الإمباكت فاكتور يقيس جودة المجلات، بينما الأتش إندكس يقيس جودة البحوث اللي قام فيها الباحث نتاجاته العلمية كباحث على المستوى الشخصي، بغض النظر عن المجلات اللي هو ناشر فيها، وعادة بتكون من خلال مواقع ومنصات خاصة مثل الريسيرش كيت أو الجوجل سكولر. السؤال الثاني كان عن الـ ISSN الرقم المعيار الدولي وأهميته. حقيقة الآن لا يوجد مجلة علمية محكمة غير حاصل على ISSN. هذا الرقم مهم جدا، فهو رقم يميز المجلات عن بعضها البعض، تمام؟ هو مثل الباركود على المنتجات العادية. الـ ISSN هو مثل رقم خاص وفريد يمنح للمجلات، واللي بتمنحه اللي هي الهيئة، هيئة المعايير اللي هي أعتقد مسؤول عن هذا الموضوع، بتعطي الـ ISSN وتعطي الـ ISNP اللي هو الخاص بالكتب. فبالتالي الـ ISSN رقم مهم جدا أن يكون للمجلات العلمية، ويمكن للمجلات الحصول عليه بعد إصدار العدد الأول أو الثاني مع وجود موقع إلكتروني لتلك المجلات، فهو رقم مهم جدا. الاختلاف في الويب أوف ساينس والسكوبس، وهذا السؤال كمان طرحته الأستاذة فرح، بالاختلاف وأيهما أفضل بالإضافة للدكتور محمود. حقيقة الاختلاف كبير جدا بين الويب أوف ساينس والسكوبس. سكوبس تضم جميع المجلات تحت مظلة واحدة اسمها سكوبس، دون الأخذ بعين الاعتبار تخصصية هذه المجلات، بمعنى مش يعني تخصصيتها أنه هذه المجلات غير متخصصة وبتصنف أي مجلة، لا، المقصود بأنه هي تجمع جميع المجلات باختلاف التخصص سواء في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية. بينما الويب أوف ساينس الكلاريفيت هي مجموعة قواعد بيانات، مؤسسة تحتوي على مجموعة قواعد بيانات. في قواعد بيانات خاصة بمجال العلوم الإنسانية اللي هي والفنون اللي هي السوشيال ساينس سايتيشن إندكس SSCI، وفي قواعد بيانات خاصة بالعلوم العلمية اللي هي الطبيعية احنا بنسميها اللي هي السوشيال ساينس، مش السوشيال ساينس، ساينس سايتيشن اكسباندد اللي هي الخاصة بالعلوم الطبيعية، وطبعا في الاميرجينج ساينس سايتيشن اندكس اللي هي المجلات الناشئة.
فبالتالي الويب اوف ساينس من ناحية القوة بأنها لديها قواعد بيانات متخصصة حسب اختصاصات المجلة، علوم طبيعية أو علوم إنسانية، بينما الويب اوف السكوبس تضم جميع المجلات على اختلاف تخصصاتها. هذا أول قوة. القوة الثانية بالنسبة للويب اوف ساينس إنه يعني تفضل أو تكون معاييرها أقوى من سكوبس، بأنه عادة المجلات التي يتم تصنيفها بتأخذ إمباكت فاكتور حسابه أفضل بكثير من الحساب اللي بيقوم في سكوبس سايت سكور، لأنه لا تأخذ بعين الاعتبار الاستشهادات الذاتية في حساب الإمباكت فاكتور. وادخلوا إلى موقع أي مجلة مصنفة في سكوبس أو ويب أوف ساينس ستجدوا دائما الإمباكت فاكتور أقل من السايت سكور. السبب في هذه خلينا نحكي الاختلاف انه الويب اوف ساينس لا يحسب الاستشهادات الذاتيه التي تتم من تلك المجلات في حساب الامباكت فاكتور، وهذا طبعا نقطه يعني تحسب للويب اوف ساينس اكثر من السكوبس، وهذا معيار مهم جدا حقيقه. فبالتالي من وجهه نظري واختصارا للحديث هذا، الويب اوف ساينس هي اقوى بكثير من السكوبس، ومعاييرها صارمة أكثر من سكوبس، والإمباكت فاكتور الخاص بالمجلات دقيق أكثر من سكوبس. هذه نواحي الاختلاف. والتخصصية الموجودة في الويب أوف ساينس أعلى بكثير من التخصصية الموجودة في سكوبس، ودعمها للغة العربية أكثر بكثير من سكوبس الويب أوف ساينس. وأنا إن شاء الله سيكون هناك ورشة عن الويب أوف ساينس ومشروع الأرابيك سايتيشن إندكس اللي كان بالشراكة مع بنك المعرفة المصري، وهذا المشروع الذي يستحق الصراحة تسليط الضوء عليه وما يحمله من يعني مشروع تطوير وتنموي كبير جدا للأبحاث باللغة العربية والمجلات الناطقة باللغة العربية. فإن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن من وجهة نظري الويب اوف ساينس أعلى بكثير من سكوبس. أتمنى يعني أن أكون أجبت على أسئلتك دكتور محمود، بالإضافة إلى السؤال الأستاذة فرح فيما يخص سكوبس والويب اوف ساينس. الأستاذ حملات بن عاشور، الآن المجلات كيف تتقدم من تصنيف إلى تصنيف؟ كان السؤال على سكوبس. حقيقة المجلات يتم يعني حسابها من خلال مجموعة من المعايير، أهم هذه المعايير سايت سكور، ثاني المعايير اللي هو أداء المجلة خلال سنتين، لأنه كل كما هو معروف في سكوبس المجلة يتم تقييمها كل سنتين، وبالتالي إذا ارتفع السايت سكور سنة عن سنة تمام وعدد الأبحاث كانت قليلة والسايت سكور مرتفعة جدا، هذا يعطي انطباع بأن المجلة قوية في مجال اختصاصها، وأعلى هذه المعايير هو السايت سكور. فبالتالي هذا اللي بيخلي المجلة تصعد من الكيو 4 لكيو 3 حتى تصل إلى كيو 1 تمام. في معايير أخرى تتعلق باللي هو عدد البحوث المنشورة إلى آخره وجودة البحوث ومجالات المعرفية، هناك معايير صارمة حقيقة للSDR في هذا الموضوع. هذا بالنسبة لسؤال الأستاذ حملات بن عاشور، وأشكركم على هذا السؤال المهم جدا. دكتور نبيل، الآن المعايير الخاصة بالمجلات يمكن تحدثنا بالتشارك مع سؤال الأستاذ حملات بن عاشور، ولكن في سؤال مهم جدا طرحه الدكتور نبيل، ما هي المعايير التي تجعل المجلة تخرج من سكوبس؟ حقيقة المعايير التي تجعل المجلة تخرج من سكوبس هو أداء هذه المجلة، نعود بالعكس بالسايت سكور تمام، بالإضافة إلى السيلف سايتيشن الاستشهاد الذاتي، بمعنى أنه المجلة تقوم بإلزام الباحثين بالاستشهاد بالبحوث الموجودة في ذات المجلة، هذا طبعا يؤدي، بالإضافة عدم التزام هذه المجلة بدورية النشر، ممكن تنشر سنة 4 أعداد في السنة، ممكن تنشر 10 أعداد، فليست منتظمة النشر، بالإضافة إلى أنه قد تكون المجلة يعني لا تقوم بعملية التحكيم بالشكل المطلوب، ولا تقدم evidence أو دلائل لعملية التحكيم على اللي هو البحوث المقدمة في هذه المجلة. فبالتالي مهمة جدا عملية اللي هو أن تكون مجلة منتظمة الصدور، نظام التحكيم عندها واضح شفاف، هذا كله يساعد على أن تكون المجلة مستمرة أو أن تستمر في سكوبس، والسايت سكور هذا طبعا شيء مهم. كان في سؤال من الأستاذ خالد، يمكن حاولت
طبعا يمكن النشر فيها، المجلات التي يمكن النشر فيها، موقع الاس جي ار يعطينا العديد من الخيارات اللي بتخلينا ننظر في هذه المجلات، وبالإضافة إلى موقع scopus.com طبعا بيساعدنا بشكل كبير على البحث عن المجلات حسب الاختصاص حسب الدولة، بالإضافة إلى بعض المعلومات اللي ممكن نأخذها من قبل هذه القاعدة أو قاعدة بيانات scopus. الأستاذ هنا، هل تخصص المجلة مهم؟ طبعا حقيقة مهم جدا بصراحة، لأن المجلة المتخصصة هي مجلة دقيقة جدا في عملية تحكيم البحوث، أما المجلات العامة التي تحمل مسميات عامة مثل علوم إنسانية واجتماعية، مجلات تحمل مسميات العلوم خلينا نحكي الطبية، العلوم العامة، العلوم إلى آخره، هذه الكلمات أو هذه المسميات قد يعني غير متخصصة، وبالتالي قد يكون هناك شكوك في عملية التحكيم. فلذلك نفضل دائما أن تكون مجلات متخصصة، لأن أعضاء هي التحرير بكونوا متخصصين، والهيئة الاستشارية اللي هي المحكمين أيضا بكونوا متخصصين، وبالتالي نضمن عملية تحكيم صحيحة وصارمة جدا. أتمنى إن شاء الله الإجابات تكون يعني على قدر الأسئلة والمطلوب من الإجابة عنها إن شاء الله، وسعدت جدا حقيقة بالتواجد معكم في هذه الورشة التدريبية. أعتذر شديد الاعتذار لمن لم أستطع أخذ مداخلته، إن شاء الله سيكون هناك محاضرات قادمة بهذا الخصوص سأكون إن شاء الله معكم فيها، وسأحاول إن شاء الله أخذ جميع هذه التساؤلات، واعذروني لأن الوقت تأخر كثيرا يعني تجاوزنا الوقت المطلوب، لذلك يعني اعذروني على هذا التقصير الشخصي مني، ولكن لأن الوقت يعني تأخر والوقت دهمنا، إن شاء الله سيكون هناك محاضرات بأوقات مبكرة، أكثر من ذلك أستطيع أخذ جميع المداخلات بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، شكرا أساتذتنا الرائعين على هذه المداخلات القيمة وهذه التساؤلات، وأتمنى أن تكون هذه الورشة قد قدمت ما هو متوقع منها. ألقاكم إن شاء الله في أنشطة قادمة بإذن الله تعالى على منصة إفادة العلمية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.